ملعوبة حلوة ما تخافش على الأهل. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة. الأهلي والسعي على حد السيف. إبراهيم أهلا بك يا باشمهندس، وأهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في الحلقة 865 لقاء الخميس من ملك وكتابة. الحلقة جاية في توقيت الأهلي زي ما المهندس عدلي بيقول مضطر يمشي على حد السيف. هو دينيته ماشية كده. في الرياضة كما السياسة أصبحت السيناريوهات المفضوحة الموجهة ما بقتش حد عايز وش كده على المكشوف. في كل مباراة حاسمة للنادي الأهلي لابد أن يحدث جدل وتفضل لآخر وقت بتناقش عدالة التوقيت، عدالة التحكيم بعد في أثناء المباراة، عدالة الحضور الجماهيري، عدالة. أنت عمال تخوض مواقف صعبة جدا. أنت لعبت قدام سيمبا، أنت لعبت البطولة دي عشان تبقى عارف هي بطولة لا يمكن الاعتذار عنها. سيبك هي فيها جوائز مالية وكل حاجة. الدوري الأفريقي الدوري الأفريقي دي. لكنها هي أول بطولة، والأهلي مصنف الأول. والاتحادين الدولي والافريقي متوسما النادي الاهلي هو ال- 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 الكريزه الورق الرابح الكريزه. فالاعتذار عن هذه البطوله ما كانش امرا حكيما يعني. فاحنا خدنا هذه البطوله فيها جوائز، نتمنى ان احنا ناخد نصيبنا فيها كويس، اكبر نصيب فيها، لانها مرتبطه بانك انت بتخش بطوله عايز تاخدها. ايوه ظروفها صعبة جدا جدا. الأهلي مرهق وتلاحم المواسم وأخذنا شوية راحة الموسم اللي فات، بس علشان تاخد نفس تقدر تكمل بيه موسم يكاد يكون شبه مستحيل اللي جاي ده. وديك شفت الإصابات المبكرة عمالة مستضاك إزاي، وتملي إصاباتنا في فالذين يتألقون. طيب النهارده لعبت مع سيمبا، سافرت ورجعت لعبت وخدتها باصعب سيناريو، تجاوزت الدور ده باصعب سيناريو. هل اصعب سيناريو لان انت كنت هناك صعوبات فنيه؟ هنناقش هذا الامر. ولكنها حدثت. لو قلت السيناريو الأسوأ للصعود هيطلع هو ده. هل الان انت تخوض وده اللي انا عايز انهي بيه كلامي، تخوض مباراه صن داونز. الكل طبعا يعلم ان صن داونز يعني هو الفريق الذي الحق بالاهلي اثقل هزيمتين في بطولات افريقيا. لكن كمان مش معقول فرقه كبيره زي صن داونز دي تلجا الى الحيل الغير رياضيه باستمرار عشان تحول دون ان تلاقيك بكامل جاهزيتك او كامل يعني. ده مش فير بلاي انك على طول بتلعبني الظهريه، انا كده بلعب الساعه 2 يا جماعه مع التوقيت، انا كده هلعب الساعه 2 بتوقيت مصر والساعه 3 هناك، مش كده ولا ايه؟ ده كلام لا يليق من فرقه كبيره. ترجع مفيش اقل من هم 48 ساعه هتلعب تاني، فسافر رايح جاي سفر. ولكني اقول لك يا استاذ ابراهيم، انا لا اتفائل بظروف السهله. ولا اريد ان يستغرقنا الامر في الشكوى ومحاوله تغيير الواقع. هنعتبر يا سيدي ان كل السيناريوهات عايزه تضع امام الاهلي العراقيل. لماذا؟ لانه الكبير الذي سئموا من وجودي على منصات التتويج، وفي ناس تانية عايزة تكسب بطولات، وهو ده أزمتك المحلية أزمتك الإفريقية. الناس الحال من بعض ابتدوا يستقطروا عليك هذا الأمر. فأنت بتتعرض لهذه الضغوط، أحيانا تستطيع أن تواجهها وتتغلب عليها زي الموسم الماضي. الموسم اللي قبليه
دخلنا في دايلمة المشاكل والشكوى ومحاول حاولت ما تحاولش تحل مشاكل. أنا لها كل اللي بنطلبه بس، وده اللي الله نرى هذا التحكيم الفج الذي لا يتحمل غير على الأهلي. كل ماتش ليك ضربات جزاء لا تحصل عليه، والفرق التانية بتحصل على كل حقوق بسهولة شديدة جدا، وأهداف ملغية كانت تستطيع أن تدخل من مباراتي سيمبا وأنت مرتاح وفايز في الماتشين ما عندكش مشاكل. هنتكلم برضو في تفاصيل هذه الأمور، ولكني أقول لك ما بقاش حد عايز يبرر حتى انحيازه. هي كده، هي كده. نشوف أبرز العناوين. جولة الفرص الضائعة، لقاء بريتوريا، تلاعب أم أزمة بطولة؟ طب جددوا للروح والدم، والدوري النار الهادئة، وأخيرا صورة للتاريخ واللي يعيش. ده مضمون حلقة النهاردة اللي هنناقشه مع حضراتكم. الأهلي البعثة سافرت النهاردة توصل بسلامة الله عند منتصف الليل إلى جوهانسبرج للقاء سان داونز 3 عصر الأحد القادم في ذهاب النصف النهائي للدوري الأفريقي. الأشعة اللي اتعملت لإمام عاشور نجم الفريق، أشعة الرنين، أدت إلى عدم سفره مع الفريق، وكشفت عن وجود التهابات مع رشح خفيف في الكاحل ويحتاج للتأهيل، وبالتالي تقرر عدم سفره مع البعثة. يا ريت بعد التشاور بين الجهاز الفني والطبي في هذا الشأن، واللاعب بدأ بالفعل في تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بيها يا باشمهندس. يا ريت هذا الخبر يريحنا شوية من الفتيين والمغرضين، وللأسف ننساق احنا بسلامة نية او جزء منا وراء هذه الأخبار، فبنحط ضغوط متبرعين على فريقنا، وبنعمل مناخ سلبي متبرعين في وسط فريقنا. يتحدثون دائما ان تفوق الأهلي وأوضة اللبس، أوضة اللبس دي مش كلمة، دي حياة. ما تخلقولناش فيها صعوبات، وبمساعدة جزء مننا بيصدق هذا الكلام ويبتدي يبني مواقفه عليها. بإذن الله كل الألعاب دي يكون بيقابلها. على فكرة أنا ليه تفسير أصلي في المشهد مش هقوله غير بعد الماتش. طيب كولر بيعمل كده ليه؟ طيب الأهلي كان أدى مران خفيف أو مران أخير في القاهرة، والدكتور أحمد جبلة طبيب الفريق أكد أن عمرو السلية وكريم فؤاد خاض مرحلة الأخيرة في برنامج التأهيل، وقال أنه إن شاء الله تعالى هيخضع لأشعة خلال الساعات القادمة، أو خضع لأشعة في الساعات الماضية أكدت نتيجتها أن الحالة مطمئنة للاثنين بعدما اجتاز اللاعبان البرنامج الخاص بتأهيلهم. ده فيما يخص الأهلي، وحنيجي لكتير من التفاصيل في حلقة النهاردة، وحنصفركم لجنوب أفريقيا وحتطمنوا على الأحوال كلها هناك إن شاء الله في خلال حلقة الليلة. النهاردة كمان صدر التصنيف الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم عن الشهر الأخير. منتخب مصر حافظ على نفس الترتيب بتاعه، الـ35 عالميا والخامس أفريقيا. القائمة لازالت بتتصدرها الأرجنتين، متفوقة على فرنسا ثم البرازيل وإنجلترا وبلجيكا، ومنتخب مصر الخامس في القائمة الأفريقية اللي أولها المغرب صاحب المركز الـ13 عالميا، ثم بيجي في القائمة الأفريقية السنغال ثم تونس والجزائر ومصر في الخامس. يعني أنت لما تيجي تقول أنا في التصنيف الأول برضو تزعل. أيوة. تزعل لأنك تبقى في المرتبة الخامسة. أيوة. شمال أفريقيا الفرق القوى التقليدية كلها سبقات، الثلاثة سبقينك. والسنغال موجود. إذا أنت بس، هل نحن نعيش في عصر ثنائية متسبي واللقطة؟ هذه الثنائية بتقود الكرة الإفريقية. ولذلك تجد المغرب استطاعت أن تخطط وستستفيد بالتخطيط
والمكانة الرياضية الكروية التي حصلت عليها من خلال ناس مخلصين لها. أيوة. حطوها في هذا المكان. بينما مصر هانت على أبنائه كرويا. فاستحقت أن تظل في هذا الموقف المتأرجح الخامس السادس السابع. يعني هل هذه مكانة مصر؟ لا. اللي كانت لسه يعني هي الأكثر فوزا بالبطولات الإفريقية ل2010 بعبع القارة. عيب والله ما يحدث لنا، بس احنا هانت علينا نفسنا وقبلنا ان ندار كدولة خالية من الكوادر بلجنة من الاتحاد الدولي زينا زي الدول اللي لسه مدخلة كرة القدم. كل ده عشان افراد بتاخد مصر في سكة صراعاتها وتعمل لنفسها مكانة فردية. مصر مش على بال حد من المشغولين بالشأن الكروي، والكلام ده مش من قريب، نحن بنجني ثماره الآن. مصر اللي كانت تؤثر في الانتخابات بتاعة الكاف اللي كان فيها المراكز المؤثرة بالخبرات المصرية، فين هم دلوقتي؟ مش موجودين. التحكيم مش موجود. شوف إداريا أنت مش موجود في الكاف، تحكيمين مش موجود إلا من خلال أفراد بيمثلوا مصالحهم. ما شفناش ابدا ان وجودهم شد حد معاهم. اذا فضلنا نتجاهل هذه المشاكل مين اللي هيصلحها؟ هذا امر آن الاوان ان احنا بقى نشعر بالغيره على وضعنا الكروي، لان احنا مصر يا جدعان. اللي كانت التصنيف لما تقول الاول والثاني والثالث هي مصر. فنتمنى ان احنا يعني نشهد في هذا الاتجاه الكروي ثورة وطنية كروية فيها غيرة على الصالح المصري. نتمنى. بالمناسبة منتخب سيراليون حدد موعد ومكان مواجهته مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم. التصفيات اللي بيتواجد فيها منتخب مصر على رأس المجموعة الأولى مع بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي. منتخب سيراليون حدد يوم 19 نوفمبر القادم موعد لمباراته مع مصر في الجولة الثانية. منتخب مصر هيبدأ مع جيبوتي الجولة الأولى. المباراة هتقام على ملعب صامويل كانمين الرياضي في ليبيريا. ومن المقرر أن يفتتح منتخب مصر مشواره زي ما قلت لكم مع جيبوتي 16 نوفمبر بإستاد القاهرة. سيراليون بتلعب بره ملعبها، جيبوتي بتلعب بره ملعبها. معظم فرق المجموعة بيلعبوا مرة ملعبهم. ملاحظين أن سيراليون اختارت ملعب ليبيريا، وفي معظم المنتخبات اختارت المغرب كملعب ليها في هذه التصفيات. الجملة دي في حد ذاتها تفسر لك حاجات كتير. أيوة. معظم المنتخبات اللي بتلعب برا ملعبها اختارت المغرب. بيلاقوا تسهيلات كبيرة قوي. يا سيدي ده دليل المكانة. ده شغل. العلاقات دي المغرب تستفيد منها. صحيح. وإحنا فين؟ يا جماعة الرياضة والسياسة أصبحوا بيخدموا على بعض. أنا الأوان إن الرياضة تلعب دورها في الساحة لصالح مصر شوية. يعني الموضوع مش هزار بقى، واللي مش قد المسؤولية يعني يا يتعلم ويطور نفسه يشوف حد يكون قادر يحطنا في المكان الصحيح. مصر كانت قبلة الجميع، كله كان يجي يلعب عندك هنا، راحت فين؟ راحت فين؟ ده سؤال مهم جدا. لكن خلينا النهاردة في حديث الليلة، لقاء بريتوريا، أزمة. فجأة النهاردة الاتحاد الأفريقي أو اللجنة المنظمة من باب أحرى، لأنه الحقيقة محدش يظلم الاتحاد الأفريقي لأنه هو في البطولة بتاعة الدوري الأفريقي كما الزوج، يعني آخر من يعلم هو مش مطلع بحاجة في البطولة ديت إلا بحاجتين أو ثلاثة. هو مسؤول عن تعيينات الحكام، مسؤول عن تعيينات كشف المنشطات، وتلقي الشكاوى والاحتجاجات غير كده، ويحيلها للجنة المنظمة. اللجنة المنظمة شركة إيطالية من قبل الاتحاد الدولي، هي المسيطرة والمهيمنة، مسؤولة عن التسويق، مسؤولة عن الجداول، مسؤولة عن النقل والطيران، مسؤولة عن الحجوزات، مسؤولة عن الجوائز، كافة الأمور كلها من اختصاص الجهة الشركة الإيطالية. وبالتالي
إذ فجأة مين اللي بيحدد الملاعب ومواعيد المباريات؟ اللجنة المنظمة الإيطالية. الإيطالية. الاتحاد الأفريقي ما عندوش غير اختصاصين، قلت لكم الحكام والمنشطات وتلقي الشكاوي وتحويلها بحكم إن هو الموقع يعني. بس عنده ملف الحكام ده خطير جدا. هو اللي بيعين الحكام. هل يعني كانت هيئة الشركة الإيطالية بالمرة خدته؟ مع الأساس إن لجنة الحكام في الكاف، هيجيب حكام منين؟ يعني نوع من التندر يعني. المباراة في بريتوريا كان المفروض هتبقى يوم الأحد، الأهلي وصن داونز نصف نهائي الدوري الأفريقي، كان المفروض المباراة هتتلعب حسب ما هو أعلن الساعة 7 مساء. فجأة تم الاستجابة لطلب صن داونز إنها تتلعب 3 العصر. يعني أنت المباراة يوم حد وما سبقش إن هم لعبونا يوم حد، باستمرار ماتشاتنا في جنوب أفريقيا بتبقى السبت في الويك إند بتاعهم. تلعب الحد وتلعب الساعة 3 العصر بدل ما تلعب بالليل في مباراة مسائية، وجنوب أفريقيا مش دولة فقيرة علشان تتكلم على ترشيد الطاقة. غريبة جدا. هل ده استدراج للأهلي لفخ الظهر ولا إيه يا باشمهندس؟ طبعا. نفس السيناريو. بص يا استاذ ابراهيم، كان جه من مده كده قال لك ان الاتحاد الافريقي، سيبك من مين المسؤول دلوقتي، قرر ان ما فيش حد يلعب الظهر، واللي ما عندوش ملاعب يلعب بيها في اضاءات يشوف له ملاعب بره. ده القرار ده كان الكلام ده اتقال من يمكن 7-8 سنين ولا 10 سنين. ايوه. ايه النكسه اللي حصلت تاني في مسار انت ترجع تلعب الظهر؟ يعني ايه المبرر؟ ما انت كان لما تطلب تلعب الدور لازم تقدم مبررات، مش كده؟ ايوه. طب ما تلعب الساعه 12 الصبح. يعني هو كل واحد ومزاجه ولا ايه؟ طيب الحقيقه هي ما بين التلاعب وما بين ازمه البطوله. الدوري الافريقي بطوله بتتلعب لاول مره، القواعد فيها ما هياش احسن حاجه، كلها قابلة للخرق والتعديل والتنظيم، ولما بيتكلموا ما احنا بنجرب في بطولة من 8 أندية على أمل إن الدورة الجاية زي ما قال متسيب هتبقى من 24 نادي. طب أنت بتجرب في 8 أندية، ظروف الطيران أديكوا عرفتوا الفرق بين أفريقيا وأوروبا. ظروف الطيران مبدئيا أفقدت الأهلي لاعب مهم زي علي معلول، لأن أنت حطيت ميعاد مباراة في بداية البطولة على طول ملحومة في نهاية الأجندة الدولية للمنتخبات. وانت بتتكلم على الثمان أندية الكبيرة في القارة، لازم تحط في اعتبارك انه من الطبيعي ان الثمان أندية الكبيرة دول يكون عدد كبير من لاعبيهم من الدوليين، فبالتالي مرتبطين أثناء الأجندة الدولية بمنتخبات بلادهم. الأهلي فقد وجود علي معلول وراح له جي أليو ديانج، وكان اعتذر تاو على منتخب عن منتخب جنوب افريقيا. جت مشكله الطيران تاني، وده الفروقات اللي بين اوروبا وافريقيا. انيمبا بعثته في وقت متاخر جت تنزل في الدار البيضاء ما معهاش تصريح، السلطات المغربيه ما رضتش تنزلها، لفت ورجعت بلدها. اضطرت اللجنه المنظمه تاجل المباراه يوم كمان، فتاجلت لغايه النهارده. الوداد بيلعب الشوط الثاني حاليا، متقدم على انيمبا 3-0 في الشوط الاولاني، وكان كسب اصلا في نيجيريا 1-0. فبالتالي تقريبا الوداد صعد للقاء الترجي، لان الترجي كمان ورا اخر النهارده تغلب على مازيمبي 3-0 وكان مهزوم في الكونغو 1-0، فصعد الترجي ومعاه الوداد عشان يكون صدام عربي في نصف النهائي. الجديد اللي عندك في البطوله انك باستمرار في مشاكل في الحجوزات وفي التأشيرات. الناس اللي كانت بتقارن افريقيا واوروبا، الاوروبيين بيدخلوا كل الدول الاوروبيه بدون تأشيره. انت النهارده الاهلي بيلعب مع سيمبا والجهاز الاداري واخد تأشيره انجولا وتأشيره جنوب افريقيا، مش عارف هيلعب امتى، مش عارف هيلعب مين فيهم اللي هيصعد في وقت متاخر. كان المفروض الكابتن خالد بيبو كالمعتاد هو والمهندس سمير عادل يسافروا ويرتبوا، ما عرفوش يحجزوا، سافروا جنوب افريقيا قبل البعثه بيوم، لانه كمان كانت المساله مش متاكد انت هتلاعب مين، هتروح انجولا ولا تروح جوهانسبرغ. فدي كلها من ازمات الطيران والتاشيرات والمسافات
اللي بتخلي واقع افريقيا هو ده. الناس كتيره كانت بتستسهل المقارنه بين افريقيا واوروبا ويقعد يقول لك شوفوا اوروبا بيحصل فيها ازاي ما بتتاجلش ماتشات. اديك النهارده مع اضطرار مشاكل الطيران بتضطر تاجل. انما فكره ان انت تفاجئ الاهلي قال ايه وافقت للاهلي على طلبه انه يلعب يوم الاربع، يعني انت هتلعب الحد وهتيجي تلعب الاربع، تلعب الاربع هنا بدل ما هتلعب الساعه 4 العصر لا نلعب 8 بالليل، فقصاد دي وافق لصن داونز على طلبه. طلب الاهلي كان طلب الحقيقه تسويقي كمان مهم للشركه، وانت بتتكلم على عايز حضور جماهيري، انت حطيت لي يوم الاربع المباراه في وسط ايام يوم عمل وحطيتها لي بعد الظهر، فبتصعب حضور الجماهير. فالاهلي كان بيتكلم على مطلب تسويقي يساعد على انجاح البطوله والمباراه بحضور جماهيري اكتر، فتوافق له على طلبه المنطقي ان انت بدل هتلعب اربعه العب ثمانيه، ده منطقي جدا لصالح البطوله نفسها. لكن لصالح مين ان انت تلعب في عز الظهر؟ لصالح مين غير سان داونز في محاوله لاستدراج الاهلي للتوقيت الصعب؟ اللجنه المنظمه نفسها لما حطت الجدول حطت المباراه دي الساعه 7 مساء مراعاه لظروف التسويق. ايه القوه الجبريه اللي خلت الشركه الايطاليه اللجنه المنظمه ترضخ لطلب سان داونز وتراضي الاهلي بكلمه ما احنا وافقنا على طلب تحريك المباراه ل 8 مساء؟ اعتقد المساله كان فيها نوع من عدم المنطقيه في الاسباب التسويقيه. هو الاصل ليه كان مختار للميعاد الساعه 3؟ انا هنا ماتش العوده ليه كان مختار لهذا الميعاد؟ علشان ظروف النقل التلفزيوني، هو منسق المواعيد. طيب دلوقتي اتعدلت ظروف النقل؟ لا يا استاذ ابراهيم بقى ده حاجه غلب. لكن احنا شوف بقى يمكرون سيبهم يمكرون ويمكر الله ويمكر الله، ولكن احنا ناخد بالاسباب ونركز وناخد من الصعوبات دوافع. جزء من مشكله البطوله الحكام، والحكام الحقيقه عشان الناس تبقى عارفه اللجنه الجديده في الاتحاد الافريقي شالت الوش القديم، لقت عدد كبير من الحكام يعني مساهم الضر، والناس كتيره اتكلمت على اخطائهم الكبيره الفادحه الغريبه العجيبه المتكرره، فقال لك انسف حمامك القديم، اما تخلص من كل الجيل الكبير، وبدا يدي فرص للجيل الجديد، وبدا يعمل مشروع الحكام المحترفين العشر حكام اللي بيصرف عليهم. لكن الغريب بشجاعه اسناد المباريات الكبيره الحكام صغيرين، المساله الحقيقه حتى الان محدش بيدفع ثمنها الا الاهلي المتابع لكل الماتشات. الاهلي الكل اجمع على انه في مباراه سيمبا في دار السلام له ضربه جزاء شديده الوضوح للكهرباء، حتى ان كلنا رئيس لجنه الحكام في الاتحاد الدولي وهو حاضر كان مستغرب انه الحكم الموريتاني ازاي يروح الفار وما يحسبهاش، ووجه له لوم شديد جدا، وممكن ده ياثر على وجود الحكم الموريتاني في كاس العالم تحت 17. نتوقف هنا لحظه بس شغل الكلام اللي ما يخشش العقل ده. لما يبقى في فار وفي رئيس اتحاد الدوري رئيس اتحاد الافريقي قاعدين والاخطاء الفجه دي تحدث، بما يؤدي لنا كلنا اعظم حكم مش هنقول في التاريخ تقريبا يعني يقول هذا الراي بلا تحفظ وما يكونلوش تاثير على الماتش اللي بعديه، يعني تقول ايه؟ طب دي هيظبط الاداء في الماتش اللي بعديه، تكرر الاخطاء بنفس الفجاجه وبنفس الوضوح المريب. ما تقوليش بقى اخطاء وناس صغيره وناس كبيره، دي مش اخطاء يا استاذ ابراهيم. انا خلاص دماغي من اول ما جه الفار ما حدش يكلمني في اخطاء. عندك درجه من درجات التقاضي والتاني، وانك اصبح التلاعب ممكن يبقى في نقل الصوره في زاويه التصوير في الحاجات دي، لكن الكلام لما نبص تلاقيه حتى الصور اللي بتتعرض من الفار على الناس بعد كده لا واضحه واضحه، فما دي مش اخطاء. شوفوا لنا سبب ايه اللي بيحصل غير انكم كفايه على الاهلي. كفايه على الاهلي. امال ايه؟ طيب امال اديني سبب، اديني سبب
ناخدش حق. اصل اشمعنى الاهلي اللي كل ماتش كل ماتش بالمعنى الحرفي انت تم اضاعه البطوله بتاعت كاس السوبر الافريقي بنفس الطريقه، رايح جاي امام سيمبا بنفس الطريقه، ودخلت من اصعب من اصعب سيناريو اصعب بوابه، 2-2 هناك، 1-1 هنا، 1-1 هنا، لولا ان الهدفين بتوع النادي الاهلي لا يمكن الكلام فيهم، لا يمكن. واتحرمت من جولين تم الغائهم بدعاوى، واتحرمت من ضربه جزاء واضحه وضوح الشمس، يعني تتكرر نفس الاخطاء. وعلى الاهلي يبقى الثلاث ماتشات الافريقيه اللي اتلعبوا حتى الان المعاناه للنادي الاهلي تحكيميه. حط جنبها بقى المعاناه قبل السفر، انك مش عارف هتلعب الساعه كام الا في اخر وقت، وانك انت مش عارف تعمل برامجك التدريبيه بناء على هذا الكلام الا في اخر وقت، يخليك تقول ايه؟ ما احنا بقى لازم نفهم ان مالناش الا بعضنا يا جماهير الاهلي، والنبي كفايه جلد ذات شويه. هنقول احنا متضايقين، هنقول ان احنا مش عاجبنا كده، هنقول ما يصحش كده، لكن نوصل ان احنا نتمادى بالسخط، ان احنا نبقى اداه ضغط على ما هو قادم من مباريات، ونجرد فريقنا من نسحب منه الثقه، ده خطر جدا. طيب على ذكر التحكيم، كان اختاروا بقى طاقم تحكيم من بنين، الحكم من بنين ديجندو لاداره مباراه الاهلي وسان داونز، يعني مباراه تقيله والكل بيجمع على انه هي ديت نهائي مبكر، وتلاقي طاقم حكام جديد من بنين، والادهش بقى والاغرب انه في غرفه الفار حكمه من موريشيوس، نفس الحكمه اللي حطوها في مباراه الاهلي واتحاد العاصمه في السوبر، يعني بتتحط للمباريات الكبيره مع نقص الخبره حتى في موريشيوس للحكام ماتشات الاهلي. ومعاها مساعد في الفار عادل زوراق من المغرب. الاهلي وصن داونز يا جماعه مباراه منظوره دائما للاثاره والنتائج اللي الناس قد تعتقد من اول وهله انه صن داونز عنده تفوق على الاهلي، لكن الحقيقه الاثنين لعبوا مع بعض في تاريخ المواجهات 14 مباراه الفوز للاهلي، وما في فريق في افريقيا قاطبه الا ونتائجه المباشره مع الاهلي التغلب فيها او التفوق فيها للاهلي، ما فيش فريق في افريقيا واجه الاهلي الا انه الاهلي تاريخيا هو اللي عنده العدد الاكبر من الفوز عليه. الاهلي مع صن داونز 14 مباراه، الاهلي فاز في 5، صن داونز فاز في 4، وتعادلوا في 5. تساوي في عدد الاهداف، يعني الاهلي سجل 19 هدف في شباك صن داونز واستقبل منه 19 هدف برضه. النتائج فيما بينهم كلها اثاره، الاهلي بيتوج كتير على حساب يمكن دوري ابطال افريقيا 2001 في الذهاب في جوهانسبرج 1-1، وفي الاياب 3-0 للاهلي في القاهره، وكان بطل السيزون ده سواء مع صن داونز او كمان مع كايزر تشيفز في السوبر خالد بيبو مدير الكره الحالي. الحقيقه القيم التسويقيه للاثنين بتعكس النديه الكبيره اللي بينهم، لانه بينما الاهلي قيمته التسويقيه 30 وكسر مليون دولار، هنلاقي صن داونز قيمته التسويقيه 29.63 مليون يورو، يعني الاثنين قريبه جدا من بعض او متساويه تكاد تكون. يعني اعلى قيمه تسويقيه في الاهلي هي للشناوي او لاليو ديانج، واعلى قيمه لبيتر شلويلي ده المهاجم الناميبي 30 سنه قيمته 2.5 مليون يورو، هو مصاب عنده اصابه في الكاحل بيعالج منها، التقارير الطبيه من جنوب افريقيا انه عنده صعوبه كبيره في اللحاق بالمباراه، لكنه هو وكوستا البرازيلي صانع اللعب الجديد الاثنين هداف الفريق، الاثنين كل واحد مسجل 10 اهداف في اخر 11 مباراه، فبالتالي عندهم تاثير كبير، ولذلك اصابتهم خلت المدرب يقول لك انا بصلي ليل ونهار
انه الاثنين يخفوا. ولا يخش في دماغي ببطل هذا الكلام. لا ليه دعوه مين اللي ناقص ومين اللي. استاذ ابراهيم هقول لك حاجه. احنا لعبنا ها سيمبا لا في شلاويلي ها ولا في بقليلي واخد بالك؟ وايه سيطرنا مش كده؟ ايوه. وفي ناس مبسوطه من اداء الفريق ومش مبسوطه من النتيجه. فكره القدم في الاخر هتعترف بايه؟ اعمل اللي عليك وخد بالاسباب والتوفيق من عند الله سبحانه وتعالى. بشرط ان محدش ياثر على نتيجه المباراه خارجيا. يعني ما لاقيش تحكيم بقى لا فار ولا حكم ملعب، عايزين العداله، العداله تطبق على الجميع. طيب الاهلي بينما ينافس على اللقب الاكثر تتويجا في العالم في البطولات القاريه، نجد انه صن داونز عنده لقبين، عنده بطل دوري ابطال افريقيا مره واحده وبطل كاس السوبر الافريقي برضه مره واحده. في فرق زمن كبير بين التاسيس، الاهلي 1907 لكن صن داونز 1970، يعني فرق كبير بينهم. الحقيقه صن داونز حاليا بيحتل صداره الدوري في جنوب افريقيا، عنده 24 نقطه من 8 مباريات، فاز في الثمان مباريات، فبالتالي عنده جاهزيه السنه دي، لانه كمان دعم صفوفه بعناصر كويسه خاصه خط الهجوم والوسط، سجل 17 هدف واستقبل 3 اهداف فقط في الثمان مباريات. الامر يعكس انه الفريق في افضل حالاته يا باشمهندس. طب ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. يعني 18 هدف فيها شلاويلي ولا براه؟ لا فيها. يعني شوف هما يعني ده شلاويلي مسجل 7 وصانع 3 والتاني زميله والتاني 7 و3 انت برضو هتجد نفسك الاهلي دائما هو صاحب الغزاره التهديفيه في الدوري المحلي والافريقي. والافريقي ايوه. انا شوف لو الاهلي هيؤدي مستواه انا مش قلقان. ايوه باذن الله يعني. طيب اللي بين الاثنين بينهم احترام كبير، ويمكن تفتكروا انه بيتسو موسيماني مدرب صن داونز هو المدرب الوحيد اللي الاهلي جابه من جنوب القاره او من افريقيا السمراء كمدير فني للفريق، جه من بوابه صن داونز وجه من خلال نتائجه الطيبه والفريق القوي اللي كان عامله مع صن داونز ونجح في الاهلي نجاحات كبيره في دوري الابطال. المدرب الحالي رولاني موكوينا ده المدرب الوطني اللي بيقود صن داونز. الراجل بياكد على انه مباراه الاهلي مع صن داونز دايما ما بتشهد نديه كبيره، وقال لك الفريقين كبيرين واللقاء بينهم مثير. قال انه الاهلي بيمتلك العديد من اللاعبين المميزين شان صن داونز، وقال ان الاهلي شفت له بعض اللقطات من مباراته امام سيمبا التنزاني، قال لديهم لاعب ايضا دربته في بدايته يقصد بيرسي تاو، وقال لك ده لاعب رائع جدا، انما مواجهته لذلك هتكون مباراه مثيره لان كل فريق اكيد هيقدم افضل ما عنده في هذه المباراه. بمناسبه بيرسي تاو، بيرسي تاو لحد التوقف الدولي كان حديث القاره الافريقيه مش حديث مصر. ايوه. اعتزل لظروف عائليه. بدا الهجوم والضاغط عليه في جنوب افريقيا الى درجه قاسيه جدا. وكانت استجاباته بتوحي انه تاثر بهذا الهجوم. لدرجه انه كان عايز يعتذر برضه قبل سيمبا لظروفه العائليه. مع النادي الاهلي. بيرسي تاو يبدو ان هو من اللعيبه اللي بيتاثر معنويا، لان هو كان بدنيا وكان فنيا رائع. حتى الماتش بتاع 5-2 السنه اللي فاتت هو عمل ماتش رائع. هنشوف بيرسي تاو ده ولا هنشوف بيرسي تاو بتاع سيمبا؟ نتمنى ان نسترجع بيرسي تاو في هذه اللقاءات. هو بقاله ماتشين، ما انا بقول لك هو راح المرة دي في ظل هجوم من بني جلدته عليه.
فأنا مش عارف هيعمل إيه، ومش عارف كولر هيفكر إزاي في الماتش ده فيما يتعلق بيه. إحنا كان عناصر التفوق عندنا كان فيه رباعي مرعب، تاو والشحات وكان إمام وكان هاني هاني ومنعم خماسي وطبعا الشناوي. نبص نلاقي هاني مش نفس هاني، نبص نلاقي من بعد الطرد بتاع نتمنى انه يسترد نفسه، انا ما عنديش مشكله قوي في هاني باذن الله يسترد. الشحات برضو محتاج انه يسترد نفسه. هو مش وحش بس مش الشحات المرعب. عاشور مش موجود، تاو ادي احنا شايفينه، متى نسترد تاو؟ هذا الرباعي او الخماسي. طب مروان عطيه، اين مروان عطيه؟ نتمنى ان احنا نسترد مروان عطيه. يعني برضو مش مساله ان اللعيبه تبقى موجوده، لازم تبقى موجوده بحالتها الذهنيه والبدنيه. طيب برضو كيفن جونسون يا جماعه اللي جه مع بيترو موسيماني كمساعد ليه، دلوقتي هو المدير الفني لكايزر تشيفز، فبالتالي هو موجود في المسابقه الجنوب افريقيه وهو حافظ الاهلي بحكم انه اشتغل هنا الفتره بتاعت بيترو موسيماني. فسالوه هناك يا مستر جونسون ايه رايك في المباراه؟ قال لك اول مره تبقى المساله بالنسبه لي صعبه التكهن، وانا شايف ان المساله الاثنين ما فيش اختلاف كبير بينهم، لانه الاهلي نادي القرن في افريقيا، يدرك جيدا انه بيلعب لتحقيق البطولات، وصن داونز عنده دوافع هو الاخر، وصعد كمان بجداره لهذا الدور. قال ان الاختلاف فقط في وقت موسيماني، وحين قال لك انا كنت مساعد ليه، ان الاهلي كان عنده ساعتها جيل مستمر من فتره، لكن مع كولر ظهرت بعض التغييرات حدثت بضم مهاجم جديد، زي كما انه عمرو السولية كان لاعب اساسي معانا لكن دلوقتي ما بيلعبش كتير، حمدي فتحي انتقل ورحل الى قطر، لكن قال ان في تجديد لدماء الاهلي وملحوظه جدا ان العقليه بتبقى واحده في الاهلي مهما اختلف اللاعبون. يعني هو طبعا الراجل ده خلي بالك هو مشي برضه لحد النهارده في سر وراء مشايانه، مش راضي يفصح. بس تشعر انه ما كانش مبسوط وماشي، كان نفسه يكمل بس على فص عيني زي ما بيقولوا يعني. فانا رايح مع تحليله يعني. الاهلي المره دي رايح بجيل مختلف في عدد كبير منه يعني. نتمنى انه نشوف مباراه جيده حتى لو كانت الساعه 1 الظهر. طيب الغيابات زي ما قلت لكم انه صن داونز عنده 3 غيابات. عنده البرازيلي لوكاس ريبيرو، وعنده الناميبي بيتر شالولي، وعنده المدافع اللي اطرد مافالا. على فكره مافالا اطرد في الدقيقه التاليه على طول من المباراه اللي فاتت مع بيترو اتلتيكو، فبالتالي هيغيب عن مباراه بريتوريا ويرجع لهم في مباراه القاهره وهو المدافع الاساسي عندهم. خلى المدرب بتاعه رولاني موكوينا، الراجل قال لك انا بلتمس له العذر لان انا كلاعب انا وانا لاعب ياما ارتكبت اخطاء اكتر من مافالا. فاشتراك عنيف في توقيت بدري الحكم امطرده. اشتراك يعني انه خايف يخش فيه جون مبكر يعني. ايوه. وانا شفت الفريق بتاع بيترو اتلتيكو. بيترو اتلتيكو الحقيقه عمل لعب وعي في 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 في, في جنوب افريقيا. أداؤه كان أفضل كتير، مش عشان النقص العددي بس. أيوه. الوعي بس تحس إنه حافظ. حافظ، يعني أما بيجي يعمل 1 2 ولا 1 2 3 بتتعمل بشكل في ميكانيزم أكتر منه استغلالا لموقف. فبتتعمل أحياناً واللعيبة مش متحركة. فكان بسهولة جداً بيقطعها، يعني أنت بتعمل 1 2 3 لما اللعيب يضغط عليك تروح ضاربهم ورايح في فراغات. وكانت الهجمات المرتدة بشكل خطورة داهمة عليهم يعني. لكن في الآخر هتقول لي جنوب أفريقيا 10 أفراد، بس أنت جنوب أفريقيا وفي ملعبك وجاي كسبان، ما قدرتش تحقق حاجة في الماتش ده. فإحنا مش عايزين برضو نصدر فكرة الفريق الذي لا يقهر
معايا انك انت يعني احيانا الامور بتتصور ان ده الاشكيف المخيف، عشان احنا لينا تجربه سيئه في الملعب ده مرتين خلال 5 سنين، اقل من 5 سنين، مش سهله مش سهله، ونتائج كبيره. وان كانت المباراه الثانيه 5-2 دي، لا كان لنا تواجد. احنا جايبين جولين ومضيعين جولين، كان ممكن الدنيا ما تمشيش كده. الماتش الاولاني كارثي، واي ماتش تخش فيه بنتيجه تقيله كده هو كارثي. مش عايزين نلعب. طبعا اي حد هتكلمه دلوقتي هقول لك لو طلعت متعادل سلبيا حتى مش ايجابيا تبقى انت عملت اللي عليك. يبدو هذا كلام جيد يعني، بس الخوف بقى انك انت من كتر الانكماش، ما انت مع موسمين انت رحت لعبت دفاعي، بس خدت لك جولين ورا بعض من شوطات من خارج ال 18 يقلبوا لك التكتيك على طول. ايوه تبص تلاقي نفسك بتندفع وعايز تعوض فاهم حاجه انك انت يعني لا تستقبل اهداف هذه المباراه. طيب المباراه والبطوله مشكلتها في توقيتها وازمتها، نشوف راي الزميل محمد شبانه. الاهلي هيلاعب صن داونز ان شاء الله يوم الاحد الجاي، الدور قبل النهائي، مباراه الذهاب هتبقى في جنوب افريقيا، ثم مباراه العوده يوم 1 نوفمبر هتبقى يوم الاربع. الاربع واحد الاربع يعني هيلعبوا الحد والاربع؟ ايه ده؟ حاجه بصراحه مدهشه. طبعا في مشاكل في البطوله، يعني الاهلي هيتمرن يوم الخميس، الخميس هيروحوا يتمرنوا، يروحوا على الطياره يسافروا، يوصلوا الجمعه يعني صباح الجمعه، يعني ممكن يوصلوا الساعه 1 2 3 4 الصبح، يتمرنوا اخر النهار، السبت تمرين خفيف، الحد يلعب، ياخد الطياره ويجري يرجع تاني على مصر، ياخد الاثنين اجازه، يتمرن الثلاث، الاربع يلعب. يعني ده يعني مواعيد غريبه جدا. لولا احتياج الاهلي لايراد هذه البطوله ما كانش شارك فيها، مش عايزها، عامله له مشاكل كبيره جدا ومواعيدها وحشه جدا وازماتها كتيره جدا، البطوله حوادثها كتير ومشاكلها كتير بصراحه يعني. طيب شبانه بيقول لك البطوله حوادثها كتير ومشاكلها كتير، طب لما تبقى مشاكلها كتير في الثمان انديه يا باشمهندس هتعمل ايه بال 24؟ لا لا انت بتجرب حاجه، انت مؤكد هتخش بنظام وميثاق وسيستم وسياسه ولائحه المره الجايه محدده جدا. طيب هي مشكلتك هتظل التوقيت. طيب لما بتسال على اهم حاجتين حتى في ال 24، دوري الابطال البطوله الرئيسيه مستمره ولا لا؟ يقول لك اه مستمره. طب اذا كانت الانديه الكبيره هتشارك في دوري الابطال، لان كمان البطوله المؤهله لكاس العالم للانديه في البطوله الجديده لكاس العالم هو ده ال 32 نادي، فاذا كنت انت هتستبقي دوري الابطال بقيمته وتاشيره المونديال بتاعته والتصنيف بتاعه، طيب الدوري الافريقي 24 نادي وفلوسها اكتر بس ضغوطاتها ومشاكلها اكتر. لا هي فكره انك عمال تحط اعباء على اللعيبه، واخد بالك، وانت مش حاطط في اعتبارك ان دول بشر، المكن ممكن تدخله ورشه صيانه ويريح شويه، انما ده حتى مش عارف تدخله ورشه صيانه. يعني الاصابه اللي بتيجي اللعيب بتحرمه من دور كامل، من ممكن بطوله تضيع، بطوله تضيع عشان واحد جاله شد او اجهاد. وعشان بس نبقى موضوعيين، هو على الكل، لانه انت عندك اهو صن داونز عنده اهم 3 لعيبه مصابين، يعني ضيق الوقت والماتشات الملضومه في بعضها، المدد على الجميع مش على الاهلي بس. انت بتتكلم على المدد والاصابات على الكل. انت ليه انت بتتكلم على المدد الافريقيه؟ انا بتكلم دلوقتي مشكلتنا احنا هنا في مصر، انك انت مرتبط بدوري ايضا فوضوي مزدحم جدا متلاحم. لو احنا 14 نادي اعمل اللي انت عايزه يا عم،
لكن هيجي يقول لك بقى هنا محلين ايه؟ هو انت عايزنا 14 نادي وانا اضرب يعني انا اللي ضحي بالقيم التسويقيه بتاعت الدوري بتاعي والرعاه اللي بيشتروا عدد معين من المباريات والانديه بتشتكي نفس الشكوى. الانديه اللي بترتبط بعقود اعلانيه يقول لك انا مثلا تعاقدات الاعلانيه انا بتكلم انا جايب لك سر المشكله افريقيا ودوله وعالميا ومحليا هي كلها الرعاه. هي مسألة لابد من حلها لأن في الآخر دي مش بلاي ستيشن. دي بني آدمين بتحركوا. و و و و و و والأندية الشعبية يا أستاذ إبراهيم بتتحكم في مزاج الشارع كله طبعًا. في بلاده. طبعًا. إحنا عشان كمان طبيعتنا حامية شوية ورامين همولنا على الكورة طول عمرنا. شايفين ان الكوره دي بقى مصدر السعاده والتعاسه والتعلق والدم والمش عارف ايه وانا النادي كلنا بنتكلم كل واحد كل نادي شعبي يقول لك الا جمهور الاهلي الا جمهور الزمالك الا جمهور الاسماعيلي الا جمهور المصري الا جمهور الاتحاد الا جمهور كل الجماهير في كل حته بتحب ناديها في المناطق الساخنه ها هتجد هذا الشغف وهذه الحماسه في جنوب افريقيا كمان في العالم كله. فحتى انا بضحك لما يجي يقول لك احسن جمهور جمهور نادي مش عارف ايه. كل نادي عنده احسن جمهور. لانه بيحب ناديه جدا. جدا. واحيانا بيحبه لدرجه بتحيره بتحير المسؤولين عليه. فانت معادله شديدة الصعوبة ولازم وانت بتحل محليا تبقى بتنسق اقليميا ودوليا لازم كل الاتحاد يعني الاتحاد الدولي برضه يراعي انه يهمه مصلحة الكرة في العالم. احنا مش عملية حرق للعيبة لان اولا اللعيبة كمان بقت تكلفتها عالية جدا المدربين تكلفتهم عالية جدا انت بتصرف على الكرة جامد جدا فما تحرقليش يعني الماده الخام بتاعتي انا عناصر الصناعه بتاعتي ايه لعيبه ومدربين وملاعب ومش عارف ايه لكن اهم حاجه فيها ايه اللعيبة. والمدربين والاداره طبعا اللي هي بتجيب ده وبتجيب ده لكن من غير اللعيبه لا المدرب يعمل حاجه الماتش مش هيتلعب لا الكواليتي ايوه ملوش قيمه عامل منتج ما حدش عايز يشتريه ده كويس جدا ان عندنا منتج لان احنا بالصليقه عندنا مواهب عندنا لعيبه بتنجح بره جدا انت تشوف كل لعيبتنا في الخليج الحمد لله مقديه ومقديه كويس وحتى في اوروبا دلوقتي مش عدد كبير زي المغرب والجزائر ده ظاهره هتقول لي قربهم من اوروبا ده هو التوجه لكن الكواليتي بتاعتهم طبعا الكواليتي بقى مخيف كل لعيب بيلعب في بقى في اوروبا معلم في الفرقه بتاعته فاحنا الحقيقه عايزين نحصل حصر جيد لمواهبنا اللي في الخارج من اصول مصريه ونتابعهم بقى متابعه دقيقه وما نبقاش عمالين نتكلم على مرموش وعلى تريزيجيه لا في لاعب ستيفان شعراوي امبارح اللي بيلعب باسم ايطاليا ده مكاسب فرقته ما مش متابعينه واحد ما نقول ومن اصول مصريه عشان الكوره عندك وشبابك يشعر والعالم بيشوف الكواليتي بتاعتنا برضه فاحنا مقصرين تسويقيا ان احنا نسوق نفسنا وكفاءتنا حتى احنا بنسوق نفسنا بنسوق لايه لكل واحد بقى ايه انا ونفسي هعمل ايه والليله دي هتفيدني ازاي طيب كابتن سيد عبد الحفيظ واحد من كان له تأثير على مباراة الأهلي وصن داونز وهو لاعب في التتويج بتاع 2001 ثم عاصر تجربة الكرة في كل تفاصيلها الآن سيد عبد الحفيظ على موقع أو على كرسي المحلل كيف يرى الفارق بين الأهلي وصن داونز والأهلي والوداد لماذا صن داونز مع قوته ومع كورته ومع خطورته يبقى الاهلي والوداد هما صاحبا
المناسبات النهائيه باستمرار، ليه مش صن داونز؟ نشوف وجهه نظر الكابتن سيد عبد الحفيظ. ليه الاهلي والوداد في الست سنين اللي فاتوا الاخيره؟ لان في حاجه اسمها هويه فريق. أيوة. عقليه لعيبه، رغبه تيم. صن داونز ممكن يكون اعلى فنيا على فكره في بعض الاوقات، مش كل الاوقات، لكن في بعض الاوقات، لكن ما عندوش الاراده اللي عند الاهلي والوداد. صح. الوداد عنده شخصيه فرقه، رغم ان هو ممكن يبقى مش احسن فنيا، مش احسن من ناس كتير، وعنده قوه جماهيريه مش طبيعيه. الجماهير في الوداد فظيعه جدا. يعني لك ان تتخيل ان الوداد ده مثلا سبع ثمان اسماء من السنه اللي فاتت مش موجودين، بس هويه الفرقه موجوده. اسامه، هويه الفرقه موجوده. صن داونز عنده القدره الماليه وعنده القوه الفنيه وعنده الاستقرار الفني في الاجهزه الفنيه، سواء كان موسيماني او حتى مكوينة اللي موجود حاليا، ما كان مساعد موسيماني. صحيح. يعني تقريبا مع الفرقه بقاله 6-7 سنين، لكن تنقصه حاجه اسمها الشخصيه بتاعه الفرقه. صن داونز كل مبارياته مع شمال افريقيا من 5-6 سنين، ما انت عشان تاخد بطوله افريقيا لازم تدرس الناس اللي بتلعبها اساسا، لازم تدرس الناس اللي انت بتواجهها. صن داونز من 2019 لحد دلوقتي كل المباريات اللي خرج منها على ارضه. تخيل، على الارض كل المباريات وكل الادوار الاقصائيه كانت على ارضه في مباراه العوده. ما يعرفش. والاكثر من كده اسامه، ان المباراه الاولى بتبقى النتيجه كويس، يعني في 2019 مثلا في السيمي فاينال 2019 بيلعب الوداد في الوداد كسبان 1-0، وبعدين يعني يتاخر بهدفين 2-1 في مباراه العوده، مع قوه مع جماهيريه تكاد تكون في المتناول، فيتعادل 0-0. في 20 يخسر من الاهلي، وهو كان كسب الاهلي 5 في السنه اللي قبلها. ايوه. في 2021 يخسر من الاهلي، في 2022 او 21 اسف خسر من بترو اتلتيكو. بترو اتلتيكو. هو سيد لمس على نقطه يعني تكاد تكون جوهريه في الامر، يعني ان الثقافه بتاعه الوداد والتجذر بتاع الكوره في المغرب وفي مصر، اهلي ووداد تحديدا يعني، ومعاهم الرجاء على فكره، الرجاء جمهوره مرعب. ايوه. لان انت وانا بكلمك قلت لي ده الرجاء والوداد الفوارق بينهم مش كبيره. أيوه. الجماهيريه يعني. انما الكره المغربيه عندها خبرات خلاص، وليها سمعات خلاص، وليها هيبه. الهيبه. انت تلعب قدام صن داونز تخاف من فرقه تقيله، لكن الهيبه تظل لمين؟ يعني انت لو سالت قبل الماتشات، ماتشات صن داونز والوداد، صن داونز والاهلي، ما حدش يقدر يقول لك صن داونز، حتى رغم الخمسات اللي بيكسبها. هي تبقى في 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 في, في التحفيل بيننا وبين بعض هنا مؤثره جدا. لكن على مستوى القاره هم بيشوفوا نتيجتها ايه في الاخر ولا حاجه. ايوه. يعني تخسر 5 ووضعك حرج، انت اللي تكمل وتاخد البطوله، واللي كسب الخمسه مرتين ما وصلش لحاجه، يعني ما لعبش الفاينل. يعني اول مره كسبك 5 خسر من بترو اتلتيكو انجولي، ف السنه اللي فاتت خسر من الوداد. ايوه. 2-1، يعني هو لما يطلع 2-1 قوي خارج ملعبه يبقى الدنيا بقى فله، جون ويصعد، وانت غالب الاهلي 5 في ملعبك تطلع النتيجه 0-0. ما خلاص. طيب ايه اللي حاصل لصن داونز، وليه ده طبيعه او ثقافه هذا الفريق المحترم؟ كيفن جونسون المدير الفني لكايزر تشيفز حاليا والمدرب المساعد مع بيتسو موسيماني في الاهلي قبل كده، كان على الهاتف مع الزميل كريم حسن شحاته، ساله على اجواء هذه المباراه. نشوفه. شايف مباراه الاهلي وصن داونز ازاي؟ اعتقد ان هذه المباراه ستكون مباراه شيقه ورائعه. كلا الفريقين لديهم تغييرات كثيرة داخل الفريق، من خاصة منذ آخر مرة التقي فيها في بريتوريا، هناك تغييرات في هيكل الفريق، وستكون مباراة صعبة بلا شك لكلا الفريقين. سمعنا أن في بعض الإصابات في فريق صن داونز زي شالوليلي المهاجم طبعا المهم جدا في فريق صن داونز.
أنا لست متأكدا، ولكن أعلم أن لديه كانت لديه إصابة، كانت إصابة بالغة، ربما لن يستطيع أن يلعب مع النادي الأهلي، ولكن ليس هناك تأكيد على مدى بقائه أو شفائه من الإصابة. هل تابعت ماتشات الأهلي الأخيرة؟ نعم، تابعت المباراة أمام سيمبا، وتعادل الفريقان 2-2 في المباراة الأولى، وأعتقد بأن الأهلي أدى مباراة جيدة أمام فريق أيضا جيد خارج القاهرة، وكانت مفاجأة لي أن تتحقق هذه النتيجة، خاصة أنهم عندما العودة إلى القاهرة كانت النتيجة هدف لكل فريق، وبالتالي لا يمكن هنا أن تتنبأ في مثل هذه المسابقات الكبيرة بما يمكن أن تحققه إحدى الفرق أو نتائجها في هذه البطولة الجديدة في القارة التي تم إصدارها مؤخرا. سان داونز دلوقتي أقوى من السنة اللي فاتت ولا أضعف؟ نعم، في بعض اللحظات يصبح النادي أكثر قوة ويظهر بقوة أفضل من الماضي، حيث لديه نوع جديد، تكتيكات جديدة من كرة القدم، أسلوب هجومي هو أكثر، وبالطبع الأهلي غير أيضا الكثير من اللاعبين، لذلك وأيضا سان داونز، هذا هو الفارق. الآن دعنا نرى ماذا سيفعل سان داونز من خلال لاعبيه الجيدين الذين قام بتغييرهم مؤخرا ومهاجمين جدد، ولديه أيضا لاعب وسط رائع، وبعض الاستثناءات للاعبين الذين لعبوا أيضا في دوري الأبطال. طيب هسألك سؤال تاني، توقعاتك إيه مين هيعدي، الأهلي ولا سان داونز؟ سان داونز سيلعب ايضا بكتيبه اللاعبين لديه، والاهلي ايضا سيعود الى الطريقه القديمه، وهو كيف يلعب مثل هذه المباريات. اذا تعادل النادي الاهلي في جنوب افريقيا ولم يحرز اي اهداف سيحققون النتيجه في القاهره بالفوز. سان داونز ايضا يعلم جيدا كيف يتعامل مع مثل هذه المباريات البطوله، وعليه الفوز في هذه المباراه الاولى، لانه لا يعلم ما يمكن ان تسفر عنه وشخصيه النادي الاهلي بعد ذلك في القاهره. طيب شايف سان داونز داخل ملعبه اقوى ولا خارج ملعبه؟ أعتقد أن سان داونز أقوى بشكل كبير عندما يلعب على أرضه. الآن هم يعتمدون كثيرا بأنهم يستطيعون الفوز على النادي الأهلي في جنوب إفريقيا. كلها آراء منطقية، ما فيهاش مفاجآت، ما تقدرش تقول قال لنا حاجة يعني تختلف عن أي حد سأله هيقول الكلام ده. هيقول الكلام ده ليه؟ لأنك تستشعر أن جونسون يشعر أن الحظوظ 50-50، وهذا هو واقع الأمر. أين سيذهب التوفيق؟ رهن حاجتين، ثلاث حاجات. رهن أن لعيبتك المباراة لا تحتمل أخطاء، على الأقل من الجانب الدفاعي. وأنا بقول الجانب الدفاعي يعني مش السيرد باكين والباك والتنظيم الدفاعي في كل ارجاء الملعب. هذه مباراه تنظيم دفاعي تشمل كل مناحي الملعب. يعني عايز كده المحللين بتوع الطاقه الحراريه يجيبوا لنا الماتش بعد المباراه احمر. كلنا دايسين في كل حته، الضغط جماعي في كل مكان في الملعب. وربنا يقينا الطرد، الإصابة، الأهداف المفاجئة اللي مالهاش لازمة دي تخليك عندك فرصك. تيجي في ملعبك بقى لكل مقام الكلام الدنيا هتتغير ازاي. هو يقول لك عندي نواقص، انا مش متأكد ان النواقص دي كلها هتغيب عنه لا الماتش ده ولا الماتش اللي جاي على الأقل يعني. وخلينا في دماغنا ان احنا هنلعبهم بكل قوته ونشوف نتعامل ازاي، لان مش معقول هتيجي تقول لي لو شاولي ما لعبش هنتنفس الصعداء
ولو لعب اه يا نهار ابيض، لا ده يبقى كلام فارغ يعني. الفرق الكبيره ما بتتعاملش كده، والا ان كان اي لعيب يغيب عندك يبقى الفرقه تقع عندنا، ما بيحصلش الكلام ده. انت بتقول الاهلي قوته ايه دكته؟ صن داونز كده عنده بدائل كتيره يعني. فانا اتمنى ان احنا نشهد مباراه يكون مصير الاهلي في ايده، مش في ايده اللي قدامه، ولا حتى في ايد التحكيم. شوف اوصل معاك لايه؟ ولا حتى في ايد التحكيم تكون سيطره كامله. انت لعبت مع الجزائر، اتطرد منك لعيب مهم زي محمد هاني في بدايه المباراه، قدمت واحده من اعظم مبارياتك وكدت تفوز حتى اللحظه الاخيره. ف ده معناه ايه؟ ان الجانب المعنوي بيطلق ابداعات وطاقات حقيقيه موجوده عندنا. احنا عندنا الموهبه، عندنا المهاره، عندنا الالتزام لما بنحس بالمسؤوليه الكبيره قوي ونقلق من الفرقه الكبيره. عايزين كل ده يكون حاضر، نستنفره ونستدعيه. حاضر. توعدني. حاضر. حاضر، لان الحقيقه خدوا بالكم حاجه، واحنا بنتكلم على صن داونز اوعى تنسى انه ده الاهلي. ده الاهلي اللي لما بيبقى في قوته وفي مكانته وفي تركيزه لا بينيم كل افريقيا من المغرب لجوهانسبرج. الكل بيدرك قيمه الاهلي واهميه لعيبه الاهلي، خبرات لعيبه الاهلي وكفاءه مستر مارسيل كولر في التعامل مع هذه المباريات. فاذا كانوا هم صن داونز انت الاهلي. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل كلام تاني مهم. ما تخافش على الاهلي الا من الاهلي. الاهلي لما بيبقى في قوته وحاضره شخصيته لا ما تخافش على الاهلي. فان شاء الله تعالى شخصيه الاهلي وعزيمه رجالته والروح الفانيلا الحمراء تكون ان شاء الله تعالى موجوده في بريتوريا يوم الاحد الساعه 3 العصر ان شاء الله. على فكره الوداد المغربي حسمها وكسب انيمبا 3 وصعد عشان يضرب موعدا مع الترجي في نصف نهائي عربي مثير، الوداد والترجي، لانه الترجي كمان ازاح فريق مازيمبي كسبه 3 بعد ما كان خسران منه في الكونغو 1-0. ناس كتيره تخوفت على حاله الطقس بالنسبه للاهلي، وانه الاستدراج بتاع صن داونز انه يلعبك الظهر بيعتمد على الطقس الحار. طيب الارصاد في جنوب افريقيا بتقول ايه؟ النهارده الخميس درجه الحراره 31 او 32، بكره 35، ارتفاع عالي، لكن من يوم السبت هتبدا تنزل ل 29، ويوم الاحد يوم المباراه الارصاد في جنوب افريقيا بتقول لك في امطار ودرجه الحراره هتنزل ل 26 درجه، مع احتمالية سقوط أمطار لأن ده موسم الأمطار في بريطانيا. هي الأمطار بقى هي المشكلة بقى، عايزين مرة يا إخواننا نلعب كورة في ظرف طبيعي شوية. آه. دي ظروف الطقس في بريتوريا، والبعثة ما زالت في الجو، قدامها ساعة ساعة ونص إن شاء الله تعالى وتصل جوهانسبرج بسلامة الله. ده كان فيما يخص هذه الجولة، دي لقطات من البعثة على متن الطيارة الخاصة، وإدارة النادي الحقيقة في مثل هذه الظروف ما عادش ينفع إلا أن أنت توفر طيارة خاصة. إحنا بنحاول نفرجكم على معنويات اللعيبة وعلى حالتهم في لحظات السفر وهم مسافرين. مستر مارسيل كولر اطمن من التمرين القوية اللي عملها الفريق في القاهرة النهاردة في ملعب التتش، واتغدوا وسافروا طلعوا على المطار مباشرة. طيارة خاصة معناها أن أنت بتتحرك في الوقت اللي أنت عايزه، معناه ان انت لوحدك على الطياره، فهتلاقي اللعيبه كل واحد قاعد له على 3-4 كراسي مريح نفسه قوي. هتلاقي التحرك والعوده في الميعاد اللي انت عايزه، لانه كمان مفيش فرصه ولا في طرف التفكير في الميعاد. انت بتلعب يوم الاحد، هترجع تكون هنا الاثنين تتمرن الثلاث وتلعب الاربع. هي كده البطوله اتعملت كده، واتعملت على اساس انه الناس تهتم بالدوري الافريقي على مدى 3 اسابيع متصله، وشددوا على الاتحادات الوطنية انه ما ينفعش الأندية المشاركة في البطولة تلعب ماتشات محلية بينية، وهي اصلا مش يعني مش ممكن ابدا.
هو يلعبوها في الطياره بقى. يلعب بلاي ستيشن. انما ديكوا شايفين الفرقه بسلامه الله برئاسه المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الاداره، هو رئيس هذه البعثه، كابتن محمد الشناوي، وهتلاقي يتوالى بقيه اللعيبه اللي كلهم سافروا زي ما قلت لكم. اللي تخلف هنا يمكن فقط احمد عبد القادر، امام عاشور، وبقيه اللعيبه المصابين. الكابتن خالد بيبو ما كانش لحق يسافر، هو والكابتن سمير عدلي، الدكتور خالد الجوادي المترجم. والحقيقه الجهاز كله هتلاقي كل الشغل في الشنط دي، كل الشغل وفحص الفريق الجنوب افريقي وتحليل مبارياته. الدكتور محمد شوقي كالعاده، والدكتور محمد شوقي مرافق للبعثه دايما موجود في مثل هذه السفريات مهما الشنطة كان. الشنطه دي فيها يا استاذ ابراهيم، الشنطه دي فيها اغلى واندر انواع الجبن. جبنه فول و... يعني ده بياخد فطاره معاه في اي حته، البوفيه المتحرك للدكتور شوقي يفطر الناس كلها. صحيح. طبعا والاداري الكبير الكابتن سمير عدلي ربنا يديله الصحه وطوله العمر، طبعا عضو مجلس اداره تحت السن، رئيس لبعثه كبيره، اعتقد ثقه كبيره كمان. لا خلاص بقى، يعني تحت السن ده بقى، ده عمل بعثات كتيره. وفي نفس الوقت انا انبسطت لما شفت الدكتور شوقي. ايوه، كنت نفسي اشوف صاحبك طارق قنديل. ايوه معاهم، يعني لسه راجع من تنزانيا. لسه راجع من تنزانيا. كان نفسي يعني بنبسط ان يطلع اعضاء مجلس اداره شدوا من اذر بعض. ايوه برضه ونس واراء مختلفه. ايوه فيها سبورت كويس يعني، او دعم كويس. طيب الفريق يعني ما شاء الله الحاله المعنوية عالية، الحالة البدنية والفنية مستر كولر مطمن عليها من خلال المران الأخير. الفريق هيوصل النهاردة في توقيت القاهرة 1:30 في التوقيت الجديد بقى، وبكرة الجمعة يتمرن أول تمرينة، والسبت التمرينة الأخيرة، والحد إن شاء الله تعالى المباراة ظهرا. الكل متفائل والكل عنده درجة من التركيز، وهتلاقي حتى كله علي معلول طبعا اللي غاب في المباراه اللي فاتت زي ما قلت لكم لظروف الطيران، وموديست انتوني موديست مع الفريق طبعا في بدايه مشاركاته الافريقيه، ما شافش افريقيا ومتاعبها ومشاكلها قبل كده، هيتفرج عليها. الكل طبعا زي ما انتم شايفينهم في حاله من التركيز والتفاؤل باذن الله تعالى. باشمهندس شوف، هي بتيجي لحظه بقى كل لعيب لازم يتذكر نفسه ومصلحته والمكان بتاعه. هي لحظه لاثبات الذات والتاكيد، لا احنا الجيل اللي تقدروا تحطوا ثقتكم فيه. ايوه، ولما كنا بنتكلم قبل كده كان يقول لك كلهم بيقول يا رب نلتقي مع صن داونز تاني. جاءت الفرصه. اتمنى ان احنا نشوف هذا التحدي والشخصيه، شخصيه النادي الاهلي اللي عايشه جواهم، ويعملوا لنا حاجات برضو. اصل ما هو الكبير له هيبه تاني، يعني كابتن سيد لما تحدث عن الوداد وعن الاهلي ناقص يقول الهيبه. هي ما هي الشخصيه اللي بتخلق الهيبه، الشخصيه والخبره وبتاع مش ايه بتعملهم انك انت القيمه، تبقى مش عارف الناس دي مهما كانت ظروفها صعبه شيل همها. واتمنى ان باذن الله يرجعوا لنا موفقين بشباك نظيفه باذن الله ان شاء الله تعالى. ده على اللي جاي في بريتوريا، ولكن عن اللي فات كانت جوله الفرص الضائعه. الجولة اللي فاتت للأهلي في الدوري الأفريقي ما ظنش أبدا إنه في جولة لأي بطولة للأهلي صادف الفريق إهدار للفرص السهلة زي مباراة سيمبا التنزاني. تقريبا 10 فرص في العودة و12 فرصة في الذهاب، يعني بتتكلم في مبارتين اتنين فيهم أكتر من 20 فرصة حقيقية ضاعت من اللعيبة.
مع اهدار حق قانوني في ضربتي جزاء واحده هنا وواحده هنا. طبعا ويسبقهم الغاء هدف سليم امام في ماتش السوبر وضربه جزاء. لا بتكلم على الجوله دي، انا بتكلمك على المناخ بتاع التحكيم الافريقي معاك. طيب الجوله دي جوله الفرص الضائعه للاهلي حرفيا. ليه ده حصل؟ المفترض انه المسائل ليها تفسيرات، ليها تفسيرات. وحتى مستر مارسيل كولر قال لك ان احنا لو سجلنا هنقدر نتمكن ان احنا نسهل المساله على نفسينا. لكن في نقطه تانية يمكن تلاحظها مع مدرب جنوب افريقيا، مدرب صن داونز قال ما عنديش وقت اقضيه مع اللعيبه في التدريب، ما عنديش وقت اصلح اخطاء. ما هو ده احنا هي نفس المشكله اللي مارسيل كولر عايشينه على طول. انت بتخرج كل مباراه الراجل محلل الاداء يجيب لك لسته بالاخطاء ويحلل الاسباب، الجي بي اس بتاع قياس الحاله البدنيه لكل لاعب في المباراه وفي التمرين يجيب لك الاحصائيات والتفاصيل ما بين لعيبه محتاجه تزود وما بين محتاجه تتعامل بدنيا بشكل في جرعات تانيه مختلفه وما بين اصلاح لاخطاء فنيه واعداد ذهني تاني. ناهيكوا على الشق النفسي للدكتور ابو الوفا. فانت في جمله شغل كتير مطلوب يتعمل، بس امتى وفين؟ انتوا اديكوا شايفين كل مباراه عن التانيه يومين والتالت بتلعب ما بتلحقش ابدا، حتى لو واحد جاله شد يلحق يخف، فما فيش فرصه لعلاج الاخطاء. كولر قال لك بنشتغل في التدريب على علاج الاخطاء، لكنه فكره اخطاء التسجيل او اهدار الفرص هتفضل خاصه باللاعب نفسه مهما المدرب اجتهد انه يعلمه ويدربه ويقف صح ويستقبلها ازاي، هتفضل باستمرار الفرصه مرهونه بتصرف اللاعب في اتخاذ القرار. وجزء كبير جدا من الفرص اللي ضاعت كانت القرار فيها غلط. الناس كتير بترجع ده لسوء الحظ، مفيش بخت، مفيش توفيق، لا في سوء قرار، مش القرار الصح هو اللي اتاخد. فبالتالي يتولى يا استاذ ابراهيم تاخد القرار الصح وبعدين الكره تيجي جنب العارضه فوق العارضه بقى. في ده وفي ده، ما نقدرش نقول سبب واحد اهدار الفرص في مجموعه من الظروف. في انت يعني انا بقى ناس كتير بترى ان فرصه الانفراد دي هي الفرصة المحققة، أنا بقول واحدة من أصعب الفرص، لأن اتنين قاريين بعض، واحد عنده الملعب كله لو حط الكرة فيه يبقى نجح اللي هو الجون أو يمسكها يبقى نجح، والتاني عنده محيط ضيق ومنطلق بسرعته وفي واحد بيقول له لا أنا هضايقك. الدقة واتخاذ القرار هنا بيبقى فيه نوع من أكتر من فكرة. أحيانا تاخد القرار، بس أنا دايما يعني أميل للقرار اللي هو إيه؟ فيه توجيه. يعني أنت ما تعتمدش إن الجون يجي فأشوطها تيجي في صدر الجون، دي أكتر فرصة بتضايقني. ما هتيجي في صدر الجون، عمل لك كده. اعملها شيب تطلع فوق الأرض أقول لك والله حاولت فيها فكرة. حطها تطلع في العرضة البعيدة حاولت وتخش، حد مرة تخش ومرة تعمل كده. يعني انت وانت بتاخد القرار زي ما انت بتقول لازم يبقى القرار مديلك نوع من الفطنة او التفوق، انت بتفكر بشكل في تفوق على حارس المرمى. فأتمنى ان الظاهرة دي. وبعدين احيانا القرار الغلط انه يبقى لو اديتها للي جنبي فرصه اكتر. طبعا واخد بالك. على فكره لو عملنا احصاء او عرض للفرص اللي ضاعت هتلاقي معظمها في اللي انت بتقوله. يعني انك باستمرار، يعني حتى صلاح محسن انت رايح لو سندها ما هو انا بقى بالكهرباء او لحسين شحات جول. الظروف الشخصيه بتاعت اللعيب بتحكم ساعات قراره خاطئ. ان يقول لك انا عايز ازمه وجودي بقى وهي فرصه جات لي منزل اجيب جول. طب ما انت لو اديت الاسيست السليم الناس هتشاور عليك برضو. اه طبعا لازم يفهم لعيب الكوره ان الناس بقى عندها تذوق واعي
يعني أوه. الناس بتبص ليه الاسيست باهميه بتقدير دلوقتي لا باهميه بتحسب احيانا سجل كام واسيست كام تفوق الهدف صحيح صحيح بدليل توصل للبلاي ميكر ده بيحطوه على راسه من فوق يعني يقول تمريره ساحره من كوكا. من زمان كوكا يعني خلي كوكا اتصيد كل اللي شاد عليه احسن اسيست صحيح واحيانا وانت بره 18 تروح شايد كوره واو مروان عطيه في ماتش شاط يا سلام يا مروان وكده ورينا المهاره اللي انت مخبيها دي فانت خد القرار الصح القرار الصح يا اما بتمريره يا اما بتوجيه الكوره ناحيه المرمى يا اما بقطع كوره في وقت حرج كل دي حاجات مؤثره في المباراه استاذ ابراهيم نتمنى لعبتنا تتعاون مع بعضها ومفيش لعيب يعتبر ان دي مش مسؤوليته يعني انا اتضايقت جدا في الجون اللي جه فينا هنا فاول على هاني وهاني وقع وخد كوع وكل حاجه ما تعتمدش ان الفار هيوقف اللعبه او يلغيها فضلت سايب مكانه شاغر فلما الكوره رجعت بالعرض لقيت اتنين من خبطت ودخلت كان ينبغي يكون في واحد هنا حتى لو دخلت يبقى في واحد هنا انت احيانا وفي خبره يعني الجون الثاني اللي دخل فينا هناك من سيمبا لو فضل رضا سليم في ماسك هو انت القايم هو انت دلوقتي فين عشان لما تتلعب مش عشان لما تترفع ما تترفعت انت مالكش دور فيه لما تتلعب وتقف هنا وجات لك تتحرك مع الكوره يبقى لك دور انت اتحركت مع الكوره لما اترفعت لو فضلت واقف الجون ده كان دخل؟ لا كانش دخل كنا كسبنا بس هكذا اي فرصه انا بتكلم على دي وبتكلم على دي احيانا الخبرات تضيف اللي عايز يتعلم يا رب اصحاب الخبره عندنا كلهم الدور اللي يخلي زمايلهم تنجح معاهم ان شاء الله طيب نشوف مستر مارسيل كولر بعد مباراه سيمبا شايف اللي حصل ده ازاي انا معترض بس في البدايه على موضوع الاداء الغير مقبول لان رؤيتي مختلفه تماما انا شايف ان احنا مسيطرين على المباراه بشكل كامل مسيطر عليها اكتر كمان ماتش الاولاني مسيطر عليها لمده 90 دقيقه المنافس تقريبا ما ظهرش خالص ناحيه الجون بتاعنا غير مرتين لكن انا المشكله الوحيده اللي كانت النهارده ان احنا بنضيع جوان كتير ما جبناش جوان على الفرص اللي احنا بنضيعها لو كنا جبنا الاجوان دي كان الناس هتتكلم كلام مختلف تماما ان انا مكتف منافس قوي جدا ولازم برضو ان احنا نبقى بنتكلم بصراحه ما ينفعش ان انا كل ماتش لازم اكسب 3-4-0 هو الفكره بس عشان الناس تعرف انا كنت بفكر ازاي الماتش كان على الحافه في اللحظة اللي هم جابوا فيها جول عشان تنزل لعيب لسه ينزل بياخد وقت عقبال ما يخش في رتم الماتش في ماتش اصلا خلاص الماتش كان سخنان جدا وماتش على حافة فعلا انزل لاعب لسه هياخد رتم اللعيب اللي بينزل لسه بياخد له سبرنتين تلاتة عقبال ما نفسه يبدا يكرش نفس فمش هينفع ان انا في اللحظات اللي كان الفرقة فيها الموضوع بالشكل ده انزل لسه لعيب لسه يخش في رتم الماتش اخسر لاعب عقبال ما يدخل في المباراه هيبقى مشكله مودست كان عيان جدا رقد تقريبا 3 ايام في السرير ما كانش بيتحرك من التعب بعد كده رجع عمل تدريب واحد بس مع التاهيل حتى مش مع الفرقه امبارح كان اول مره ينزل مع الفريق كان تمرين امبارح اصلا تمرين خفيف ما كانش تمرين شديد فهو لغايه دلوقتي ما يعتبرش عمل اي تمرين قوي مع الفرقه من ساعه العوده من الرقده اللي هو كان فيها لانه كان عيان جدا بالنسبة لإمام إن بعد ماتش الدوري اللي هو اتخبط فيه هو بقاله دلوقتي داخل على حوالي 10 أيام من ساعة ما بيتمرن معانا مفيش تمرين عارف يعني حاسس إن هو مش مديني 100% كل تمرين بينزل يزك شوية ويجري خفيف ومفيش تمرين بيعمله بنفس الشدة فأنا قررت إن أنا بعد النهاردة قلت لا هنوقف لازم أكشف عليه تاني ونكشف عليه طبيا نشوف فيه إيه أنا عندي إحساس إن ممكن يكون في حاجة إحنا مش شايفينها نشوفها ونكشف عليه مرة تانية نشوف ماله لأن ولو طلع مفيش حاجة لا لازم هو عارف إن ما عنديش لعيب بيخف التمرين وينزل ماتشات 100% تتمرن 100% هتلعب 100% لكن تتمرن 50% وتلعب 100% ده ما بينفعش فلازم نطمن عليه الأول طبيا وبعدين نشوف هيتمرن كويس إزاي الفترة الجاية بالنسبه للماتش الاولاني بس هرجع له تاني الشوط الاولاني احنا مضيعين كور كتير واحنا متفقين على كده كهربا وبيرسيتاو احنا على الاقل كنا المفروض نجيب جونين ثلاثه كمان غير اللي احنا جبناهم في الشوط الاولاني الماتش اللي هناك لما الشوط الثاني هم بالظبط جابوا جونين من فرصتين اللي هم من ضربتين ثابتين واحده كورنر من خطا يعني يعتبر بسيط جدا مننا يعني غريب خطا فردي في الجون الثاني في كورنر
الجون الاولاني برضو ضربه ثابته، ما بقولش ان دي مش اخطاء، اخطاء وطبعا غلطنا فيها واتكلمنا فيها مع بعض، لكن مش كورتين من لعب مفتوح يعني، هما الفرصتين اللي جالهم على ارضهم مش من لعب مفتوح. بالنسبه للماتش هنا سؤالي لحضرتك، هم عملوا كام فرصه النهارده؟ نفس المشكله اللي انا فيها بقالي دلوقتي سنه، ان احنا بنخلق فرص كتير جدا وما بنجيبش منها اهداف كتير. ده بيبقى محتاج من لعيبه غير التمرين كويس، محتاج تركيز اكتر، محتاج فوكس اكتر جوه ال 18، شراسه اكتر جوه ال 18. لازم الفرص اللي بتجيلنا دي تتحول لاهداف، لان النتائج بتتغير تماما. لما حضرتك تتقدم 3-4-0 مثلا، خلاص الماتش انتهى، المنافس مش هيروح عليك اصلا، الموضوع بيبقى خلص. لكن احنا للاسف نسبه احراز اهدافنا من فرص قليله جدا من السنه اللي فاتت، وده محتاج تركيز من لعيبه اكتر من كده بكتير جوه ال 18. شوف يعني كولر اول مره اشوفه سنه متوتر. متوتر لانه متضايق، مش مصدق انا اعمل اسيطر الماتشين بالطريقه دي وبقى لي الفرص دي وما اطلعش كسبان واتعادل بأسوأ سيناريو اللي هو 2-2 هناك 1-1 هنا. لو تعكس الامر كنت انا اللي طلعت. ادخل من الباب الضيق قوي زي اللون الاثيوبي قبل كده. فالفكره كلها انه هو بالنسبه له ما احنا مسيطرين وبنلعب وبنوصل للجون. وعلى فكره ناس كتير شافت امام فريق ضعيف، لا سيمبا مش فريق ضعيف ومازيمبي مش فريق ضعيف. اداء الترجي واداء الاهلي اللي بتبين الفرق دي انها مش قادره تعمل حاجه. فلما سجلوا من كوره مش معمول حسابها، انا بخاف من الماتشات دي بقى. يعني انت لما تقول لي هيجيبوا جوانهم ازاي، هقول لك يا كوره عشوائيه يا شوطه من بره كده يا كوره ثابته مفيش حاجه تانية. لكن مش نتيجه سيطره ميدانيه ولعب وسلوب باس والحاجات دي. فانت بتقول ده فريق ضعيف، انت خليته يبان ان هو ضعيف. لكن لو كنت بقى ترجمت كما ينبغي كان بان انه ان انت قوي، انت ما ظهرتش انك قوي. فاقول لك اسوأ مباراه للنادي الاهلي محكومه بالنتيجه، وانا بتفرج متضايق زي كل الناس، اقعد اشتم وازعق والوم ده والوم ده والوم ده. لكن انا متاكد ان سان داونز بتفرج على الماتش ده بمعيار تاني. ماذا لو التوفيق كان صادف الاهلي كنا هنشوف فريق تقيل. اما بيقول لعبنا مباراه جيده، هو بيطمن نفسه وبيطمننا حاله الفرقه مش وحشه. لكن في ذهنيه انا بقى بقول لك وهو شايفها وحاسسها، لانه علق على بعض الايه الكلام اللي سئل عنه. قال لهم مودست كان عيان وعنده برد وما اتمرنش تمرين كامل من يوم ما جه. امام عاشور بيزك، انا هكشف عليه. وما فيش لعيب هيلعب الا زي الداني في التمرين 100%. ده مبدأه. ما هو ده مبدأ، بس الناس ترجمت الكلام ده ان في مشكله بينه وبين امام عاشور. لكن هو ما كانش فيه مشكله، كان بيرصد واقع ثبت ان امام عاشور بيزك عشان مش سليم، عنده التهاب ما زال في الكاحل بيخليه مش قادر يجري بالطريقه اللي الراجل عايزها منه. فبيقول طالما انه مش بيديني في التمرين 100% العبه ازاي؟ هنشوف هو سليم ولا لا. لو كان سليم كان هيتضايق جدا، هنا كان هتبقى المشكله. فعمل له رنين طلع فيه التهاب ورش. طلع ان الراجل براءه. كل الرغي اللي بيتقال ده والداوي على الودن من بره، وانا عارف انا عارف وانت عارف. امام عاشور بيتعرض لايه؟ لانه احمد سليمان تحديدا مش ساكت. لا لا ليه؟ احنا بيتعرض من اي حد. لكن هو الولد عايش بما يرضي الله وبيلقى الدعم والحب من زمايله ومن جماهيرنا. ما تخليش جزء مننا يستدرك في مصيدة النقد واللوم. امام عاشور لعيب مهم وفرحان وهيؤدي معانا دور عظيم جدا باذن الله ان شاء الله. هو بقى سايبه يا رب يلحق ماتش العوده. التغييرات، اما اتكلم على التغييرات
سيبوها بقى الحته دي نعلق عليها بعد ماتش صن داونز. ربما يكون فيها تكتيك يا استاذ ابراهيم احنا مش مدركينه. عنده حزبه مشتركه. مش عايز كل اوراق تكشف بقى ولا ايه؟ يعني ما لان عماد متعب حدافة كده قال لك هو كان بيفكر في ماتش صن داونز بس ما افصحش. بيعجبك عماد متعب؟ ما هو عنده خبرات اللعيب المحترم قوي اللي فات في الظروف دي وفي جيل محترم قوي مع مدرب ابن لذينه قوي قوي. طب تسمع عماد متعب؟ اه نسمعه. ماشي نشوف عماد متعب. مبروك للنادي الاهلي طبعا في البدايه وجمهور النادي الاهلي والجهاز الفني واللعيبه، وبحيي جمهور النادي الاهلي على وقوفه على مدار 90 دقيقه مع لعيبه النادي الاهلي. ده العادي من الجمهور. فكر في المباراه القادمه على حساب مباراه اليوم كده نخرج من البطوله. صحيح. الشوط الثاني النتيجه 0-0، هو حاسس ان النتيجه دي مكمله معايا، فضل مكمل بحيث انه يريح رضا سليم لمباراه الذهاب الاولانيه، امام عاشور لمباراه الذهاب الاولانيه. انا افكر في ده الاول. الراجل عمل كل حاجه في الشوط الاول، ولعيبه النادي الاهلي عملت كل حاجه في الشوط الاول، وعلى فكره ده نفس اللي حصل في مباراه سيمبا هناك. النادي الاهلي عمل شوط اكتر من رائع النهارده، شوط رائع رائع الشوط الاول بكل ما تحمل الكلمه من معنى. الشوط الثاني نفس القصه، اهدار الفرص اللي موجود. هنا حسين تعبان عمل مجهود كبير جدا، بيرستاو تعبان وعمل مجهود كبير ومش موفق النهارده، قفش عمل مجهود كبير جدا جدا، لكن تفكيره في المباراه القادمه انه ممكن يلعب هناك بكوكا وديانج ومروان عطيه، وانه يلعب هناك بيرستاو ورضا سليم، فانت سايب التغييرات اللي عندك عشان تديها اكتر واكتر قدر من الراحه عشان المباراه القادمه. انت كنت في لحظه النهارده ممكن ما توصلش للمباراه القادمه، فده درس يتعلم منه اللعيبه والجهاز الفني. يعني لما الكابتن عماد متعب يا ابراهيم يستخدم كلمه لعبت شوط رائع هنا اول هنا وشوط اول هناك رائع، يعني اذا انت اداء والحاله البدنيه بتاعت فرقتك مش وحشه، تديك شيء من انك انت لو ربنا الهمك التركيز والقرار السليم والتوفيق تقدر فرصك موجوده باذن الله. واتفق اهم، انا قلت شوف ده حدد، قال لك رضا سليم وامام عاشور عشان الماتش الجاي، هو بيفكر في ماتش صن داونز. امام اتضح انه فاتضح ان امام حتى اصابه مش هيلحق الماتش، ما سافرش معاه، ويا رب يلحق ماتش العوده. انت ما محتاج لواحد زي عماد متعب واحمد حسن، الناس اللي عاشت جوه الملعب وجوه في النادي الاهلي تدرك ما يحدث. طب متعب سجل ملاحظه انه الماتشين بتوع سيمبا بتلعب شوط اول هايل جدا رائع جدا على قد ما قال، والشوط الثاني اقل كتير. شوف ليه؟ برضو ما عنديش تفسير قوي اكتر من انك انت ما تقدرش تلعب الماتشات دي على نفس الوتيره من الدقيقه الاولى للاخيره مع فرق منظمه. سيمبا فريق منظم، حتى لو هو مش بيبادلك الخطوره، مش بيبادلك الهجوم، لكن هو سجل ثلاث اهداف فيه. ما حدش عملها من فتره. توفيق فيه. مش توفيق، لكن سجل فيك ثلاث اهداف. طبعا ما هوش فريق سيء. مش عشوائي قوي. لا منظم. فانت عشان تعمل الشوط الاول رائع والثاني رائع هتستهلك. وهو راجل حساباته ان انا مؤكد انه شايف ان باذن الله هعدي، باذن الله هعدي. وخلي بالك الدور، لما تيجي تقول لي انا بادي دور الشوط اول رائع، يعني برضو اللعيبه والمدرب يحسوا الماتش في المتناول. ما بيبقاش مخضوض، عارف انها جايه. بس هو اتخض لما دخل فيه الجول. والحمد لله ان ما استعجلش وغير، لان كهربا اللي خلصه. فانت راح مريح كهربا برضو لحساباته، وراح قال لك اشوف مودس ده اخباره ايه، اشممه الملعب برضو يشوف حساسيه الملعب. هو ما كانش منزله متوقع منه حاجه، لان هو قال انا لو نزلت حد بدري خد لي 10 15 دقيقه عشان يندمج في المباراه. بالنسبه لمودس هتقول طب ولعبته ليه؟ لانه محتاج يشم الملعب
وياخد احساس الملعب. انا مش مستني منه حاجه في الماتش ده الا اذا جت كده مره يقدر ينط يحطها جون، ما جاتلوش كوره عرض. انا لما نتكلم على الماتش اللي فات مش عشان ننتقد بقدر ما عشان نستوعب ليه ده بيحصل. ونقول لبرضه لنفسنا ولجماهيرنا حنانيكم اهدوا على الفرقه، الفرقه دي كويسه، الفرقه دي هتكمل وهتنصفكم باذن الله، بس مش عايزين الضغوط بدري كده. طيب، اختلاف الشوط الاول عن الشوط الثاني بالنسبه للاهلي هنا وهناك، ملحوظه سجلها الصقر احمد حسن نشوف قال فيها. طيب خلينا نقول مبروك صعود النادي الاهلي. شوط انا اعتقد زي ما اشدنا بالشوط الاولاني بكولر وشكل واداء النادي الاهلي واضاعه الفرص وتحركات اللعيبه، انما شوط ثاني شوط محسن زي ما اشدنا فضل ومتعب اشاده بكولر بشكل كبير جدا الشوط الاولاني. هو يسال عن الشوط الثاني، لان انا عندي متاح ليا 5 تغييرات اقدر اعمل تنشيط للناحيه الهجوميه. انت حسين الشحات واضح اني مش في يومه، او واضح ان الشوط الثاني مش بنفس القدره البدنيه ومع ذلك سبته. انت عندك رضا سليم بره، لعيب لعب الماتش اللي فات جمهور الاهلي كله بقى عنده ثقه فيه، لعيب مميز عنده سرعات ما استغلتوش الشوط الثاني. نفس الحكايه بالنسبه لبيستاو، كنت تقدر تعمل تغيير من ان انت تودي حسين الشحات ناحيه اليمين وتنزل رضا سليم، عندك امام عاشور موجود بره، وامام عاشور حتى ولو مش جاهزيته كامله يقدر يلعب على الاقل نص ساعه. صحيح، لانك انت واخده معاك على الدكه في الماتش الاولاني وفي الماتش الثاني، فبالتالي كان لازم يتم استخدام امام عاشور. في حاجات كتير قوي كولر في الشوط الثاني هو زيه زي اللعيبه بالظبط، نفس الحكايه. هو كان حتى في التفكير بتاعه كل شويه احنا هنقول هيحصل تغيير، هيحصل تنشيط، ولكن ده ما حصلش. طيب احمد حسن شوط اشدنا بيه كلنا، كلهم اشدنا بكولر واشدنا بالاهلي، ولكن الشوط الثاني واضح ان هم يعني مش واضح، واضح انه اقل يعني. لكن الاختلاف انك تخش دماغ الراجل، انت ليه ما غيرتش؟ انت ليه ما جازفتش؟ انت ليه ما كانش عندك مبادرات تغير بيها واقع الشوط الثاني؟ لدرجه ان 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 عندك امام عاشور على الدكه، اتضح ان امام عاشور هو يا جماعه مصاب، فاهمني؟ هو مش مرتاح ان امام مش مديله في التمرير اللي هو عايزه، لكن هو مخليه ربما الظروف بقى الله اعلم تكون ازاي يحتاجه. والحمد لله انه ما اشركوش والا الاصابه كانت هتتفاقم. بالنسبه لبيرسي تاو معرفش هل الظروف العائليه اللي قال عليها دي في ظروف فعلا توصله للحاله اللي هو فيها النهارده دي، انه ما يروحش مع منتخب بلاده ويضغط عليه ويبتدي يخرج من المود والحاله الذهنيه الجميله اللي كان عليها، لانه بدنيا مش ممكن يكون وقع. عمل مجهود جامد جدا، وكلهم بقى قالوا لك ايه، حسين الشحات عمل مجهود جامد جدا، تاو عمل مجهود جامد جدا، واحنا في بدايه الموسم وفي يعني بدايه الموسم يعني جاهزين. طب لا، ما انت ممكن تكون لسه ما وصلتش لفورمتك يعني. وحتى قفشه عمل مجهود جامد جدا. خلينا بقى نقول ان مباراه او يعني هي، والله يا اخي الواحد بيجي له احساس كده نفسه بيبقى طابع عليه، انا سيمبا ده من كتر الرغي بتاعنا واستسهال الماتش وهم كانوا عايزين يعملوا معانا ايه، كنت قلقان منه جدا. الحمد لله اللي عدينا منه. على فكره الاهلي ما لعبش وحش، لكنه ما سجلش، ويمكن ده السبب الحقيقي اللي وقف عنده كريم حسن شحاته براي موضوعي. نشوف. يعني الناس بتقول لك الاهلي لعب ماتش وحش، لا، انا مختلف مع الناس اللي بتقول الاهلي لعب ماتش وحش. الاهلي النهارده كاداء وصل لمرمى سيمبا في الشوط الاول 10 12 مره، وممكن يجيب اكتر من هدف. دايما النادي الاهلي عنده لعيبه كواليتي، لعيبه عندها قدرات تهديفيه وقدرات مهاريه، فبيقدر يسجل. الاهلي النهارده وصل لمرمى سيمبا التنزاني 12 مره، ده معناه ايه؟ معناه ان اداء الاهلي كويس،
لكن الترجمه وحش. يعني هنقول ان ايه، اداء الاهلي كويس ووصل كتير جدا لمرمى سيمبا التنزاني وشكل خطوره كبيره جدا على مرمى سيمبا التنزاني، لكن كان في رعونه من المهاجمين. فيعني النهارده حتى يعني لما نيجي نشوف الاحصائيات بتاعت الماتش هنلاقي ان الاهلي مسدد 20 تسديده. فهي دي مشكله الاهلي النهارده، ترجمه الفرص. لكن الاهلي بيوصل من جميع الجهات، بيوصل من العمق، بيوصل من الاطراف من ناحيه اليمين وناحيه الشمال، بيسدد اداء الاهلي كويس. لكن الناس بتحب يعني دايما يقول لك ايه الاداء وحش النهارده، لكن لما تيجي تتفرج على الماتش لا الاداء مش وحش، الاداء كويس الدفاعي والهجومي، ولكن الناس بتحب الكره تخش الجون. فلما الاهلي يعمل اداء كويس بس ما يجيبش جوان يقول لك الاهلي وحش. لا، هو الاهلي كويس واداؤه كويس، بس في مشكله في انهاء الهجمات النهارده. ما احنا يعني هو في تطابق بين رأي الناس كلها، بس الصياغات كل واحد بطريقته. كريم حسن شحات يعني لخصها وجابها رقميا كمان. وانا دايما اقول ان في ماتشات كده بتحس ان هي مقفله. انت فاكر ماتش الاهلي والمصري؟ انا ما شفتش في حياتي هذه الفرص ولا حجم الفرص اللي بتضيع بالغرابه دي. نادر سيد كان بيلعبنا لوحده. جه بعد كده على النادي الاهلي. ايوه، قال له مصر مع مانويل جوزيه. مع مانويل جوزيه. شفت الماتش الكوره 2005 يمكن ولا الكوره مش عايزه تخش خالص. رافضه. الماتش ده اتكرر في كذا حاجه. احيانا كره القدم تبقى كده، لكن احنا مش عايزين دي تبقى ظاهره لصيقه بفرقتنا، لان احنا بنشوف حسين الشحات هداف كبير جدا. تاو هداف كبير جدا. رضا سليم هداف كويس. كهربا هداف كبير جدا. عندنا لعيبه تملك الحلول وهدافين وكويسين. نتمنى ان هم يعني كل واحد يعبر عن نفسه كما تسمح له امكانياته. طيب، لكن كلهم انت عارف يا استاذ ابراهيم، انا كتير جدا اقول لك ايه، مش هزيمه مستوى، هزيمه ظروف. انا بخاف من هزيمه المستوى. لان هتجيب مستوى هتستمر فيها. ما انتش عارف انت مستوى كده. طب هتعمل ايه؟ لكن لما تبقى حتى لو كانت هزيمه الظروف فيها جزء من الاستهتار، جزء اللي بيسموه عدم احترام المنافس، جزء من استسهال المكسب، جزء من عدم تقييم الواقع، لكن ده مش بيستمر معاك، ده تقدر تتعامل معاه. السيء انها تبقى هزيمه مستوى. والحمد لله احنا ما دخلناش في هذا النفق يعني. ده كلام مهم جدا. راي تاني مهم جدا للكابتن سيد عبد الحفيظ، ليه الشكل قدام سيمبا كان بالمنظر ده؟ نشوف تفسيرك لشكل الاهلي اللي شاهدناه. قلت بين الشوطين، قلت الكره زي ما فيها متغيرات كتير لكن فيها ثوابت. الاهلي لم يتعامل مع اللقاء بالشكل المطلوب، تعامل مع اللقاء ان هو خلاص صعد من دار السلام، صعد من مباراه الذهاب، وكان المباراه الثانيه مش مساله تحصيل حصل وخلاص، لا دي مباراه ما فيهاش اي مشكله خالص، ما فيش الرغبه الاكيده والاصرار اللي بيمتاز بيه لعيبه النادي الاهلي. الحلول اللي اشار لها كابتن خالد واللي موجوده في تيم النادي الاهلي حتى كانت بتبقى بشكل مفرط شويه، يعني ما فيش تعاون من خلال مثلا ترقيصه في الثانيه فبعد كده بترفع عينك عشان تشوف الزميل الاخر. حتى الحلول الخارجيه كان في عدد من اللعيبه كنت اتمنى ان انا اشوفهم النهارده في ظل كمان عدم تحسن المستوى داخليا من اللعيبه اللي موجوده، كنت اتمنى اشوف مثلا رضا سليم كان موجود وهينزل وبعد كده كهربا الجون وبعد كده قعد مش عارف ايه السبب برضو، يعني كريستو كان موجود ممكن بره، كانت حلول ممكن تكون متاحه يعني. الاهلي حقق المطلوب لكن باداء اداء ضعيف. دي الاراء بقى في كره القدم، دايما الصح بيتعرف بعد الخطا ما يبان. لا طبعا كان المفروض يحصل. وكلنا بنقول هذا كلام، واحنا دلوقتي بنعمل كده. لكن طب لو احنا كلامنا، تخيل يا استاذ ابراهيم لو الكلام اللي احنا بنقوله ده كل واحد فينا هو اللي اتنفذ في الملعب، ده كان في ضمان لتغيير النتيجه والواقع؟ اسالك سؤال، لو انت ليك وجهه نظر التشكيل وحش مثلا، طب انت ضامن التشكيل اللي انت بتقترحه ده
هو ده اللي هيبقى كويس. يعني يوم ما يحدث التشكيل ده ما نكسبش، كان هيبقى ايه الوضع؟ اذا مساله هي وجهات نظر، وجهات نظر. كره القدم هي عباره عن وتوفيق لعيبه في، ويجي يقول لك ايه كافئ نزلت لعيب كافئ مدربه. ايوه عمل لك النتيجه اثبت له صحه القرار. طيب واللي كان هيخرج ولما قعد انصف مدربه؟ ايوه كهربا مثلا، عشان كده استحق كهربا تحيه عماد متعب. لا نشوفها ويبرر برضه انك تشوف تقول كولر برضه كان صح انه ما غيروه بالظبط. نشوف راي عماد متعب. التعامل بقى مع مساله اهدار الفرص مع ضيق الوقت في البدايه، بس حابب احيي كهربا على اصراره وعلى تكرار المحاوله. مباراه سيمبا هناك ضيع اكتر من فرصه، مباراه النهارده في الشوط الاول ضيع اكتر من فرصه وبعد كده سجل هدف اوف سايد، الشوط الثاني سجل هدف اوف سايد وضيع اكتر من فرصه ومع ذلك مصر. فانا بحب المهاجم اللي بيتعامل بالشكل ده، ما بيسرحش مع الفرصه اللي ضيعها ويلوم نفسه عليها. اه مكمل ما اهملش يعني، فبحيي دي حاجه على جنب. هنا بقى اما نيجي نقول القرار والتهديف، كهربا عمل اللي عليه، هو ملوش دعوه اوف سايد ولا لا، لان ما تجيش تقول لي اصل بوز الجزمه والاحمر والازرق، مهما هو اللعيب في الملعب ما بيحسبهاش كده. هو جاب ثلاث اهداف اتحسب له واحد، اتلغى له اثنين ولو ضرب الجزاء يعمل ايه اي فروت في العالم اكتر من كده؟ يعني انت لو 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 اللعيب المدافع ميل كده كان كهربا عمل هاتريك. صح ايوه. طيب راجل موجود والفعاليه الهجوميه موجوده، ولكن هنا بقى الحاجات اللي، وعلى فكره يا اخي حاجه غريبه جدا، السنتيمترات القاتله دي مع النادي الاهلي بس. معظم الاهداف اللي بتتلغي لك يقول لك اصل الكتف وجيب الجاكيته وكم القميص يعني تبقى عمال شغال، ما انت مش عارف تفصل الاحمر عن الازرق احيانا. سوء، كل دي سوء بخت ده، او لحظه الرصد للاوفسايد، لان ما احنا مهما قلت لحظه خروج الكره انت مش ممكن تحكمها قوي كده، حتى الفار المواقف دي لانها مربوطه ببعض، انت مركز هنا بعدين بتبص هنا. أيوة. وانت بتعمل كده الموقف بيتغير. ايوه ف لا كهربا فرود صاحب قرار، راجل بي 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 عنده اصرار زي ما بيقول، وهو الفرود اللي هداف كده، اللي ما كانش عنده اصرار وعنده ثقه في نفسه وعنده فكر انه يحط الكره ازاي بهدوء ازاي متوجهها ازاي، كهربا عنده الاجوان، اجوانه من النوع ده ما فيهاش عشوائيه. انا ما زلت مش متخيل فكره في الجون اللي جابه في الهلال السوداني هنا. ايوه ينط يلعبها كده ويروح موجهها، لا لعيب موهوب. فباذن الله برغم انه اصلا مش راس حربه، يعني انت بتتكلم على جناح، ما هو انت بتتكلم تم نقله، ما هو جناح بس. هو انت على فكره الحدود دي ما بقتش في كرة القدم كلاسيكية قوي كده، راس الحربة التقليدي والمحطة والبتاع وما في يعني قدرات شاملة. حتى طب قيم لي ميسي، قيم لي كريستيانو، هو راس حربة؟ ها؟ لا، وهداف أي فرقة بيروح. فالمسألة مسألة إن الجون يجي إزاي، ده شغل فرقة. المتعب اتكلم على الحالة الذهنية، تفتكر حته الحاله الذهنيه للعيبه مؤثره على ضياع الفرص؟ كل حاجه. ده الحاله الذهنيه هي كل حاجه. عارف الحاله الذهنيه هي اللي بتعورك. التوتر يخليك يا تسحب رجلك غلط، يا تمد رجلك غلط، يا تندفع غلط، يا تطلع لفاصل، يا تطلع لفاصل، لا تطلع باصابه عضليه تمزق نتيجه التوتر والادرينالين اللي بيضخ في الجسم بيضعف ال ده كلام مهم جدا. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل. اهلا بحضراتكم من جديد. الاهلي بيطلب ساعه كامله لجماهيره في مباراه العوده في القاهره مع صن داونز يوم الاربعاء اللي جاي ان شاء الله 2 نوفمبر. لكن اداره صن داونز النهارده بتعلن على صفحتها الرسميه انه فتحت ملعبها بالمجان لجماهيرها
ويبدأ طرح التذاكر مجانا للجماهير، يتم توزيعها من الساعة 11 صباح يوم الأحد لغاية الساعة 2:30، يعني قبل المباراة بنص ساعة. روح قبل الماتش بنص ساعة تاخد تذكرتك وتدخل المباراة. أعتقد عملوا ده مع الأهلي قبل كده، وواضح جدا أن عندهم اهتمام كبير بمباراة الأهلي أن يستقبلوا أكبر عدد من الجماهير. والله الرسالة دي لازم تبقى لينا احنا مسؤولين وجماهير. يعني احنا ما شفناش 30,000 متفرج يا استاذ ابراهيم في ماتش سيمبا، كنا محتاجينهم جدا. ليهم التحيه على فكره، يعني الجمهور اللي حضر وحضر دعم لفلسطين. اي حد بيحضر الراس من فوق. انا كلامي ليه اللي تردد في الحضور؟ كان اولا احنا كان بنقول عايزين نتبرع بالدم، وعايزين نتبرع بالفلوس، وعايزين ومحتاجين الفرقه تبقى شايفه جمهورها عامل ايه في الملعب. ماتش العوده بتاع سان داونز ايا كانت النتيجه هناك بقى ما يتحملش الملعب فاضي ابدا. احنا عايزين الرساله. طب هو سان داونز هو فتح ال، طب يعني انت قلتها، هو ماتش يوم حد وبتلعب الظهر 11 الصبح توزع تذاكر يوم الاحد. لا مش انا، هو هناك هو قال لك مجانا. ايوه هخشوا مجانا تذاكر ايه؟ لا تعال خد التيكت عشان تدخل. ايوه يعني عشان يعني تنظيم العمليه، واقف على الباب عايز تخش خش خش خد تنظيمين عشان ما تدخلش اكتر من ساعه بس. ايوه مش اكتر من كده. انما ما عندكش اي تعقيدات، لا تحجز ولا تشتري ولا تاخد باقي ولا تروح تطابور ولا حاجه. واحد بيدي لك خش خش خش. فانت هنا المساله محتاجه المره دي بجد يا جماعه، والله ما تحتملش ايا كان السبب اللي بيخليك تحجم. لازم باذن الله. بس احنا مش زي بيعجبني ساعات منك حاجات ما تشويش السمك قبل ما تصطاده. فمش هتكلم على ماتش العوده لحد ربنا ما يعدينا بسلام من ماتش الذهاب. وساعات بقى انك يعني تقول كلام يعجبني برضه. طيب نشوف راي الكابتن خالد بيومي على مباراه الاهلي وسيمبا، مباراه للنسيان، نشوف شافها ازاي. مباراه للنسيان ودرس للعيبه النادي الاهلي ودرس للمدرب كمان مارسيل كولر، ان النادي الاهلي المفروض يكون بشكل افضل من كده كفريق امام فرقه اقل بكتير جدا من حجم وامكانيات لعيبه النادي الاهلي. ان المدرب كان عليه دور كبير جدا بين الشوطين، يتكلم مع اللعيبه على الاقل تفويق، افتقد ان هو يدي تعليمات او تعديل لبعض اللعيبه، ما بقولش تغييرات داخل الملعب لبعض اللعيبه في بوزيشن معين. غير كده التغييرات بتاعته معقوله، ان مودست ينزل في الدقيقه 86 لما كهربا وقع في وسط الملعب وكان النادي الاهلي ما عندوش دكه بدلاء، وده تؤخذ على المدير الفني تماما الشكل الفني السيء بالنسبه للنادي الاهلي. كابتن خالد اختلف مع كل الناس ان الشوط الاولاني كان ينبغي على مارتن كولر انه يعني شاف ان النادي الاهلي ما اداش يعني اللي عليه. هو ما اداش اللي عليه من منظور النتيجه برضه. وارجع اقول لك الله اعلم الراجل ده كان ايه اللي شغله، ايه اللي في دماغه، ايه اللي بيفكر فيه. لما تبقى الدنيا واضحه قوي كده يا استاذ ابراهيم مش ممكن تبقى غايبه عن المدرب. يعني من كتر وضوح الامر ما ينفعش يتقال ان ده غلط. لكن ماذا وراءك يا كولر؟ والله انا عايز اقول لك حاجه يا باشمهندس. وارد جدا يا جماعه كولر يكون اخطا في المباراه في تقديرات الموقف، لانه ما فيش انسان هيعمل 40 مباراه صح جدا 100%، ما فيش واحده تهيف منه. ما فيش اي حد هيعمل عمل كتير ورا بعضه وعنده درجه ضمان لدرجه اجاده 100%، خاصه انه ممكن الخطا ما يجيش منه. هو هي دي، هو في خطا مشترك. بالظبط. يعني لو اللعيبه دي وفقت في تسجيل فرصتين ثلاثه من الفرص اللي لاحت في الشوط الاول وخلص الشوط الاول 3-0، كنت هتتفرج على متعه، هتتفرج على كعوب، وهتتفرج على ترقيصات وعلى سبعات وتشمسات، وكل لعيب هيلعب بدون ضغوط، وهو نفسه الراجل هيريح نفسه قوي حتى في التغيير. لكن هو بياخد قرار
في التشكيل او في التبديل. في الحالتين واخدهم وفقا لسيناريو مسبق هو متوقعه. هو عارفه. مش بس مسبق، حتى لو اني بص يا استاذ ابراهيم، انت بتتكلم على نقطه وهي دي اللي انا عايز اقولها. افرض ان هو جه في التوقيت اللي الناس عايزه يحدث فيه تغييرات. وعمل الكلام ده بعد ربع ساعه من الشوط الثاني، وكانت التغييرات غير موفقه، كان الناس هتروح في ايه؟ طب ما الناس دي يا جماعه ما كانت عامله شوط كويس، في عدم توفيق، اغير ليه والفرقه ماشيه كويس؟ ما يعني ده انت كده اولا سحبت الثقه من الناس اللي كانت بتأدي، ونزلت ناس تانية ما أديتش وما عملتش. كان السيناريو ممكن يتعمل كده. أنا ولذلك لسه بقول لك إن التغيير السليم والتغيير الخطأ هو في رجل اللعيب اللي اتغير واللي ما اتغيرش. وهو لما اتأخر في التغيير كهربا جاب جول. بعد كده قرر إن هو شايف إن صعب يخش فينا جول تاني يمكن. ولو ان دي سياسه ايه بقى؟ حد الموس اللي انا بقول لك، حد السيف او اللي هو الموس يعني، هو حد الموس انا حولتها لسيف عشان الفرقه تقدر تلاقي كل واحد. فحد الموس او حد السيف انك انت تشتغل على تكهن يحرجك، لكن في نفس الوقت انت ما انتش ضامن تغييرك كان ممكن يحرجك اكتر. عدت بقى، وكويس ان في اختلاف في الراي عشان برضه ده يدينا كلنا فكره ان هي كره القدم ما فيهاش اتفاق في الراي. الا في المتعه والفوز. ايوه. الفوز المريح ممتع. ايوه. وكل واحد بقى يقدر يقول لك وقريت الفرقه كويس وحللت الفرقه كويس وقدرنا نقفل مفاتيح ونفتح حنفيات. يعني يا جماعه من الوارد جدا انه الراجل يكون عنده تصور ما نجحش. ما تنفذش لسبب يرجع لتقديره منه هو او للاعب او للظرف او يعني في اسباب تانية. ده مش معناه ان احنا فجأة الاقي البعض بيسحب الثقة منه او من اللعيبة. وانا شفت ناس كتيرة تكتب فلان وعلان وترتان وزيدان، مسمي 5 6 لعيبة ما ينفعوش. ازاي ما ينفعوش؟ واحد قلت له يا راجل يعني هم نفسهم دول اللي عملوا احسن النتائج وجابوا كل البطولات. لكن خلينا نرجع نتاكد تاني انه والله دول بشر. وارد جدا يفلحوا ويخطئوا. بلاش احكام القيمه. احكام القيمه المطلقه دي صعبه جدا. فلان الفلاني مش موفق النهارده، فلان الفلاني بلاش مش موفق، وحش اخطا. لانه هيخطا على فكره. وخصوصا انا مش لما ممكن في شغلي. قدراتهم يا استاذ ابراهيم. القدره انت عارفها. يعني انا مستحاله يكون في شغلي هفضل اخد كل حاجه صح 100% هغلط. اي حد في عمله، الطبيب الماهر الجراح اللي ياما ناس تحت ايده عملياتها فشلت لانه بيجرب وبياخد خبره، وهكذا في كل القرارات والمواقف اللي اي انسان في شغله بيعملها. فمش معنى انه كولر علشان لما انت تشوف ان هو اخطا في اداره مباراه وارد جدا، بس خدوا بالكم نفس الشخص أجاد ونجح وتألق وأبدع وأمتع في 50 مباراة تانية، هتحاسبه إزاي؟ إيه الميزان بتاعك؟ وهكذا بقية اللعيبة. في لعيب مش في حالته، هو مقصر ذهنيا مشغول، وخدوا بالكوا في قرار تاني بسبب التغيير. يعني دلوقتي كولر مش لوحده صاحب قرار مين يخرج مين يخرج، دي ممكن ما تبقاش بتاعته هو لوحده على فكرة، لانه الجي بي اس اللي حطه للاعب اللي بيتابع حالته البدنيه والعضليه وكميه الجري وقياساته لحظه بلحظه بتدي ريفرنس او مؤشر في لحظه ما للراجل المتابع في التحليل انه فلان ده داخل على اصابه فلازم يخرج، او فلان جري اعلى من المعدل المقرر ليه فممكن يدخل على شد. عنده ادوات بتساعده في القرار، فعنده قرار علمي بيأثر على القرار انه لا فلان كفايه عليه كده. احنا ما بنشوفش دي، واحنا ما بنشوفهاش، هو ده بينه وبين الجهاز المعاون. يعني فلان وصل لمرحله لا يخرج دلوقتي. فخلينا نقول الشكل اللي حصل لو كان الفريق سجل
كان الوضع اختلف وكنا هنرجع تاني نمتدح مستر مارسيل كولر، وهو مستر بالفعل. كولر مدرب كبير، وحتى افتكروا مانويل جوزيه، واحد من أعظم المدربين اللي عملوا بصمة في تاريخ الكرة المصرية والأهلوية. في ماتشات كتيرة الراجل ما كانش موفق في إدارتها، وفي ماتشات كتيرة خرجنا فيها قدام فرق قليلة في الدوري أو في أفريقيا. ده ما سحبش الثقة من قيمته الكبيرة جدا. فخلينا نتعامل مع كولر وإحنا منتبهين إنه في قوة تانية هدفها هز استقرار الفرقة. أيوه، مش ده اللي أنا عايز أقول. مش كل حاجة بريئة. ايوه، انت بيستغلوا غضبك. أيوة. او غضبي. أيوة. انه يغذيك باشاعه، يغذيك بمعلومه، يغذيك بفكره اهو يا عم اتكشف اهو، فتبتدي تردد هذا الكلام وانت متضايق. انا كان لنا واحد صاحبنا مشترك انت تعلمه يعني، قلت له ما تكلمنيش اثناء الماتش خالص، والله ما هم نافعين. ده من ايه؟ من ايام ما كنا ما بنخسرش. أيوة. 2005 2006 فلان وفلان وفلان يمشوا تاني ماتش، يمشي روح اثناء الماتش. فلان وفلان اقول له ابوس ايدك مش كده بتزق عليا. فروحت انا بقى ايه، رحت كلمنا. لا لا، عملته ايه بقى؟ لا لا، مش خد التقيل. ايوه. لا، فانا بدات اجمع له الاسماء. اربع ماتشات ورا بعض. وجه عندي في المكتب، قلت له ايه رايك في الورقه دي؟ عايزين يمشوا. قال لي ايه الكلام الفارغ بتاعك ده؟ انت كاتب لي 22 اسم. قلت له اللي انت قلته. قلت له انا ما كتبتش، انت اللي قلت. قال لي قلت له انت ما تكلمنيش وانت بتتفرج. انت بتعذبني. لا بشكل مطلق يعني، فلان لا يمشي. يمشي كده. ايوه والله، واقسم لي والله والله ما منافعين وفلان ده مش عارف ايه. طيب، واحد من اللعيبه على فكره الجداد اللي لسه ما ظهرتش قدراته، واللي انا متاكد ان وقت ما هياخد فرص كافيه للعب هتشوفه لعيب مهم جدا، كريستو محمد الضاوي الجناح التونسي. بعد المباراه نشوف رايه. كابتن كريستو، اول حاجه بنبارك للنادي الاهلي وبنبارك لك شخصي على التاهل للدور النصفي في النسخه الاولى من بطوله الدوري الافريقي. الحمد لله على الترشح هذا، والحمد لله اسعدنا كل جماهير اللي تستنى في الترشح هذا. شايف ازاي يا كابتن؟ يمكن النهارده المباراه صعبت علينا جدا بعد التعادل بنتيجه ايجابيه 2-2، يمكن دي سهلت الامور او كانت لسه سهل شويه من اللعيبه في مباراه الاياب النهارده. طبعا ما كانش سهل الرجوع النهارده في الماتش، بس الحمد لله بصرار اللعيبه والعزيمه اللي عند اللعيبه رجعنا وترشحنا والحمد لله. ايه شايف ازاي يا كابتن؟ عندنا يمكن احنا بنلعب في البطوله دي احسن 8 فرق في افريقيا، التاهل او الدور المقبل سواء في انجولا او في جنوب افريقيا، شايف الموجه هتكون ازاي؟ طبعا ما فيش ماتش سهل في البطوله دي، بس احنا نادي الاهلي وان شاء الله هنكسب البطوله دي وان شاء الله هنهديها للجماهير بتاعنا. لما تاخد تصريحاته كريستو، تاخد تصريحات رضا سليم، موهبتين صاعدتين، طبعا رضا اكبر شويه واكثر خبره، لكن موزونين قوي. تحبهم. ايوه، عارفين قيمه المكان اللي هم فيه. عارفين يعني ايه انا ما اقعدش لاوي بوزي لما العبش، وعارف ان هو مقدر قوي انه موجود وكتر خير الدنيا، وانا لازم اتعب اكتر من كده عشان اخد فرص اكتر من كده. دي اللعيبه اللي تتمناها تبقى موجوده في الفرقه يا ابراهيم. يعني انا سعيد بالاثنين دول لان شايفهم شخصيات سليمه. وانا بتكلم على الشخصيه، الشخصيه بتساعد الفرقه، بتساعد نفسها. على نسق معلول كده. اصل معلول جاي لك بخبرات عاليه جدا، فجاي لك ناضج. انت يعني انت حدفته اشتغل. ايوه. ورضا سليم على فكره من النوع ده. لانه برضه جاي لك فكره كمان، قندوسي ماشي كويس قوي مع ما هو لحد السيراميك. استنى بس اديني 10 ماتشات واقول لك الحمد لله اللي قعرناه عشان نشوفه كويس. ايوه، لكن واحد عمل هاتريك، واحد ده هو عنده مهاره. طب ما هو الراجل عشان كده ما رضاش يمشيه. لا، كولر مقتنع بيه جدا. ايوه، شايف انه عنده مهاره وعنده هي زنقه العدد، لكن عايز يستكمل الجانب التكتيكي بتاعه. فيطلع بره ياخد ساعات لعب اكتر، ساعات لعب ويستكمل الجانب التكتيكي.
ما انت مش كل واحد تشوفه في اللحظه المضيئه. اللعيب عايز تقيمه صح يا استاذ ابراهيم، شوفه هو كره مش معاه، وبعدين شوفه الكره لما تجيله ويلعبها هيعمل ايه. انا بقتنع جدا باللعيب اللي لما يلعب الكره ويجري ويغير مكانه، يعمل شيفت، يوسع طريق. اللعيب اللي بيتحرك بدون كوره ده الاستاذ اللي بيعرف ازاي يتحرك. لما يمتلك المهاره، لما تجيله بقى مهارته بتنوره بقى. واعتقد ان كولر عايز يشوف ده، وعايز لما تقطع منه الكوره في المواقف الدفاعيه. زي عشان كده بقول لك الفرقه لازم تدافع ككتله من اول الفرود، هو ده التنظيم الدفاعي لحد ورا. محدش يسمح لحد في المنطقه الخطر يستلم ويشوط او يباصي. وما تعمليش فاولات في الحته الحزام ده. لو قدرنا نعمل كده الدنيا هتبقى معانا مريحه. حتى لو التحكيم ضدك؟ ما هيبقى ضدك ازاي بقى؟ لو انت حرمت الناس دي من الحاجات دي هتبقى الخطوره بعيده عن مرماك. ما يحسبلكش بنالتي. هتعوضه بقى بالمهاره والتوفيق طب هتعمل ايه يعني؟ ما احنا غلوبنا. طب ما دام غلوبنا نشوف راي الكابتن جهاد جريشه في الحكم اللي ادار الاهلي وسيمبا. هل الاهلي كان له ضربه جزاء فعلا ولا لا؟ نشوف. كابتن جهاد انا بتكلم صح انا لما بقول الكره دي بنالتي؟ بص يا محمد، المعيار في الكره ديت لعب الكره. اللي ينجح في لعب الكره اللاعب الثاني يعاقب. المبدا بس العام، اللي ينجح في لعب الكره اللاعب الثاني يعاقب. كهربا نجح تماما في لعب الكره، وبالتالي حارس المرمى اهمل في الدخول عليه. انا عايز على البطيئة يا شباب لو سمحتوا. والاهم في القصه برضو ان ساعه الخطا، ساعه الالتحام، الكره داخل الملعب مش خارج الملعب. ده عشان نحسب ركله جزاء يبقى لازم الكره ما تكونش خرجت بكامل هيئتها خارج الملعب. فلحظه الاحتكاك اللي حصل من حارس المرمى اللي هو اخطا في اللعبه دي، الكره كانت داخل الملعب، وبالتالي دي ركله حره مباشره على حارس المرمى، وبالتالي حصلت داخل منطقه جزائه، فيعاقب بركله جزاء بدون انذار. يبقى اذا دي ركله جزاء، دي ركله جزاء صحيحه وصريحه. طب كره هاني، هو الرياكشن بتاع كهربا يمكن هو اللي خدها الحكم شويه، لكن عندنا المفروض كان عندنا حكم في ار وحكم مميز، عادل زراق من المغرب. لا يا كابتن، ما عندناش في ار يا كابتن، لان الكره دي بنالتي ما قالها الفي ار خد باله. لا كان لازم يرجعها. يعني كرة واضحة قدام الحكم والفي ار موجود، وبعد كل ده ما تتحسبش. يبقى تقوليش خبرات والماتش كبير عليه. لا ده كبير على ذمته. كبير على ذمته صحيح. طيب اذا شفنا جولة الفرص الضائعة وايه الاسباب اللي ادت ليها. طب اقول لك حاجة، انت سالي قبل ما تروح دي عشان احنا بس بنتكلم. طب الجون اللي عور قفشه وفتح دماغه والراجل وقع وطلع وتعالج وخيط دماغه والحكم ولا هو هنا ولا الفار هنا في عندنا بقى، دي عدم خبره، دي عدم حاجه تانية. طيب اذا شفنا هذه الجوله في الفرص الضائعه وايه اسبابها وايه ظروفها وازاي نقدر نخرج منها، ويبقى القرار في الاول والاخير عند اللاعب لو في حالة ذهنية جيدة، لو في حالة تركيز جيدة، لو بياخد القرار الصح في التوقيت الصح، ما اعتقدش هيكون في مهرجان الفرص الضايعة اللي احنا شفناه أمام سيمبا، واللي بإذن الله تعالى نأمل إن احنا ما نشوفهوش في المباريات اللي جاية، إلا كل سيطرة إلى أهداف. لكن عموما المناخ لأي فريق يمكن هو المؤثر شويه. الناس اصطلحت على جزئيه او فكره اوضه اللبس. اوضه اللبس يا جماعه ترجمه او اختزال لفكره اجواء الفريق عامه. جزء من مكون هذا المناخ الاعلام، والاعلام الحديث كمان منه اكثر تاثيرا وانتشارا. انك فكره ان انت فجاه تستهدف مدرب، تستهدف لاعب، تفضل تزن، تسحب الثقة، تهز الأرض من تحتيه، يبدأ يتوتر، تبدأ القرارات تبقى غلط، تبدأ النتائج تسوء، تبدأ المطالبة فلان يمشي. وأعتقد ده سيناريو بيحصل كتير الفترة الجاية نتيجة للتحولات اللي حصلت في بعض الأندية. هتلاقوا فيه الأسهم بتاعة الرأي العام الإعلامي بالذات
اتجاهاتها رايحة في سكة تانية واتجاهاتها رايحة ضد الأهلي. عشان كده مش من فراغ اللي انتوا شفتوه اليومين اللي فاتوا، بس نرجع ونقول لهم طب جددوا، طب جددوا. انت بتشتغل بنفس المنافسته القديم، شغال بنفس الكتالوج اللي فات، تبدا واحنا فاكرين احنا قبل كده عرضنا، فاكر من 3 4 5 سنين عرضنا صور من شات بين بعض الاعلاميين مع بعض المدربين والاداريين انه لا مش هنسيب فلان يلعب، لا اطمن بس خلي مش عارف ايه يبقى كام وهكذا. ده سيناريو يا جماعه بيتعمل. الفتره الجايه الاهلي هيبقى مستهدف، وبقت بانت ملامحها ظهرت بدري شويه. هعرض لكم مجموعه من رشه كده عامه، وأسوأ ما في الـ 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 الاعلام دلوقتي كله بياخد من بعضه، ارميها وخمسين واحد هيمسكوا فيها. تبص تلاقي الكلمة اللي اترمت في موقع لفت على كل المواقع، اتخذت على كل البرامج، نزلت في كل الجرايد، تلف اللفة بتاعتها كاملة في خلال 24 ساعة، ومحدش بيدور على بدأت منين ومين كان السبب وإيه مدى دقة المعلومة أو صحتها. اللي بيحصل ده جزء من استهداف للأهلي. أمانتنا هنا ومسؤوليتنا هنا عن الفريق وعلى النادي تحتم إن احنا نقول لجمهورنا لا خدوا بالكوا جدا، خدوا بالكوا، لأنه في ناس لسه متضايقة قوي إن إمام عاشور جه الأهلي، وفي ناس هتعمل كل ما في وسعها علشان تفشل تجربة انتقاله للأهلي، لدرجة إنه أسمع حد منهم يقول لك هو هيبقى زيه زي غيره من اللي راحوا من الزمالك للأهلي هم عملوا إيه؟ فتبدأ تسأل هو طارق السعيد خد كام بطولة بين الأهلي والزمالك؟ فتلاقيه لعب في الأهلي سنتين ولعب في الزمالك طول عمره، بطولاته مع الأهلي أكتر قيمة وعدد. يا عم لعب كأس عالم. مش لعب كأس، ده هو وصديق خدوا اوسيمه في السنه ونص اللي لعبوها للسنتين. حتى فكره وخد اين وخد كل الناس، عدد البطولات اللي حققوها مع الاهلي اكتر بكتير رغم ان هي مدد اللعب كانت اقل عما سبق، لكن عايزين يضيفوا امام عاشور على الخانه اللي يعتقدوا ان هي سلبيه وهيضغط عليه كتير. لازم هو كمان ياخد باله، ده واحد عنده قدرات الاهلي اهتم انه يجيبه وهو سعى انه يجي الاهلي، فكانت الرغبه مشتركه، ولاعب عنده قدرات والاهلي دفع فيه فلوس كتيره وممثل اضافه مهمه للفريق. شوفوا قبل ما التقرير بتاع الرنين المغناطيسي يتعمل فيكشف الحقيقه، قبل الرنين شوفوا هذا الرنين الاعلامي، هقوله لكم سريعا عشان تشوفوا الدنيا ماشيه ازاي. هتلاقي الوفد كولر يهدد بتجميد إمام عاشور، ومدير الكرة يفشل في احتواء الأزمة. كولر يهدد بالمناسبة رئيس تحرير الوفد هو رئيس تحرير مجلة الزمالك، عشان أقرب لكم المسافات بس عشان تبقوا عارفين الدنيا ماشية ازاي. انتوا سمعتوا كولر هدد بتجميد إمام عاشور؟ شفتوا ده بالله عليكم؟ الراجل في المؤتمر الصحفي انتوا سمعتوه قال لك انا شايف انه التمرينه بتاعته مش هي بيزك، وعشان كده هكشف عليه. طب تتعمل اشعه رنين مغناطيسي فيثبت انه في التهاب وفي رشح في الانكل. جاب منين انه كولر بيهدد بتجميده كمان؟ عشان خد بقى من النوعيه ديت. فيتو حقيقه خلافات كولر مع امام عاشور قبل لقاء سان داونز، قال لك كشفت مصادر داخل الاهلي حقيقه وجود خلافات بين مارسيل كولر المدير الفني، واضافت لا توجد خلافات تماما. الله، يعني هو في الاول كشفت مصادر، يعني بص لا كشفت الحقيقه، بص كشفت مصادر داخل الاهلي حقيقه وجود خلافات بين مارسيل كولر المدير الفني، يقصد حقيقه الخلافات، وامام عاشور، هي الف لام بس، اضافت اللي هي المصادر لا توجد خلافات تماما بين كولر وإمام عاشور، كويس، وما تردد بشأن هذا الأمر عار تماما من الصحة، يعني في أمانة في النقل هو حتى وإن كان في تجهيل للمصدر ماشي. وأوضحت
اللي هي المصادر، امام عاشور لم يكن جاهزا بدنيا لمواجهه سيمبا التنزانية الاخيره، وفضل الجهاز الفني عدم اشراكه اساسيا، واللاعب لم يفتعل اي ازمه كما تردد. وقالت امام عاشور عنصر مهم داخل الفريق وسيكون احد الاوراق المهمه التي سيعتمد عليها الجهاز الفني. طيب اذا فيتو تنفي تماما ما ذكرته الوفد. موقع كوره يكشف كواليس تصريحات كولر الجدليه عن امام عاشور. قولوا لي فين الجدليه اللي فيها؟ الراجل قال لك انا لاحظت انه بيزك، وبالتالي احتجت انه يعمل اشعه عشان نشوف ايه الوضع الطبي بالنسبه له، وثبت بالرنين المغناطيسي انه لسه مصاب وانه لم يكتمل شفاءه. هو شوف انا اقول لك حاجه، لان الراجل ده دغري شويه ودايما عايز يذكر حقائق، فهو لما جت سيره امام عاشور قال لهم لا يؤدي في التدريب بشكل 100%، هنكشف عليه. لو كان سليم هزعل منه، قال لو كان سليم. لكن ماشي هزعل منه، قال لو كان سليم مش هيلعب الا اذا ادى 100%. مش ما قالش هو كمان اما فيش لاعب هيلعب الا اذا ادى التمرين هي الاساس. هو عايز يطمن هو سليم ولا مش سليم. يعني ايه السر؟ لان هو شايف ان امام من يوم ما جه في منتهى الجديه، فمستغرب ليه اداؤه مش 100%، فاكتشف انه مش سليم. بس دي تاخدنا بقى تاني للجهاز الطبي اللي مدوخ الراجل ده لحد دلوقتي، مش عارفين نستقر على آلية طبية حاسمة. طيب دخل بقى على الصورة أحمد عبد القادر، وأحمد عبد القادر لعيب مهم ولعيب موهوب ولعيب صاعد وعنده قدرات كبيرة، مفيش خلاف في كده. بس ما هو كل مركز يا جماعة لو بصيتوا هتلاقي الراجل مرتبهم. يعني لو قلت مين اللي هيلعب في المكان ده هيقولك أنا عندي مثلا في ناحية الرايت رقم واحد عندي بيرستاو، رقم اتنين ممكن يكون مثلا حسين الشحات لو ما لعبهوش في الليفت، او رضا سليم لو ما لعبهوش في الليفت، يعني الاتنين بيلعبوا في المركزين. يجي في المستوى اللي بعد منه في كريستو وفي طاهر برضو نفس الترتيب. وبعدين الاقي الناس زعلانه من اللاعب فلان الفلاني، ما هو انت مش هيبقى عندك ال 30 لاعب مسطره واحده، القدرات هتتنوع 100%. فانت رافض سين، خد بالك انه مش كلهم هيبقوا صاب، هيبقى في اختلاف في القدرات من المؤكد. عشان كده بيبقى فيه كلاسيفيكيشن او تصنيف للعيبه في كل مركز عنده هو الراجل كمدير فني. لو مفيش واحد هيبقى التاني، لو مفيش التاني هيبقى التالت حسب المباراه. استاذ ابراهيم هو وعنده ظروف الماتش نفسه، هو قال انا هو الراجل انا ما عنديش لعيب اساسي ولا لعيب احتياطي، عندي لعيبه هحتاجهم طول الموسم المرعب ده، وهيحصل تدوير. اللعيب اللي يبدو انه ملوش دور كبير النهارده هو بكره هيبقى دوره كبير. ايوه ما وكمان كل لعيب بيناسب الفريق اللي هتلعبه والظروف اللي بتلعب فيها. انت قد يكون قدرات المنافس اختيار مين الانسب بالظبط كده. يعني انت احيانا لما تحب مهاره فرديه عاليه جدا مفيش جدال ان احمد عبد القادر هيبقى واحد من اهم الاوراق. ايوه لكن مشكله احمد عبد القادر شويه في حاجات بسيطه جدا. انه شاغل نفسه زياده بالسوشيال ميديا. لابد ان يتوقف عن هذا الامر، ما يديش ودنه للي بيسخنه. ودي حاجه اداريا يعني هو مشكلته اداريه مش فنيه. يقدر يتفاداها بسهوله جدا. انت بقيت لعيب كبير يا احمد، انت لعيب كبير تتصرف بقى زي اللعيبه الكبيره مسؤوله جدا. انت داخل على ثالث سنه مع النادي الاهلي اهو، هتبقى من خبرات جيل الوسط اللي هو بيعتمد انه يشيل الفرقه حرفيا. وما يشيل الفرقه يعني ايه؟ يعني تعرف امتى تزعل امتى ما تزعلش، ولما تزعل تروح لمين وتقول ايه، وايه حدود الزعل بتاعك، وتبقى عندك من النضج ان عارف ان الدنيا في كرة القدم وخصوصا في النادي الأهلي المعيار على التحديات وحجم إسهامك فيها. أنت لاعب موجود في كل الإسهامات في كل الإسهامات اللي حدثت. فأنا كل اللعيب ما كانت شرطه من دماغه ومن خبراته وعلاقته بالمكان جيدة،
كل ما كان لاعبا مؤثرا وهيخش قلوب الناس اكتر واسرع، ومفيش مكان لاي لاعب في مصر افضل من النادي الاهلي. مفيش مكان لاي لاعب في مصر افضل من النادي قولا لا يقبل الانفصال. هذا من وجهه نظري انا راجل اهلاوي، بس انا مستند على عده حقائق. انت في النادي الاهلي الحمد لله بتؤمن نفسك، ممكن تاخد فلوس اكتر بره، بس انت في حدود التامين. لا انت بتامن نفسك قوي، بتاخد بطولات فبتامن عوائدها أكبر. تاريخك عوائدها بقى زي تاريخك، المكانه الجماهيريه حدث ولا حرج، بتعلق قيمتك التسويقيه، القيمه التسويقيه والايمج والاعلانات، انت في المكانه المجتمعيه بتاخد حقك تاني وتالت ومتلت. يبقى هتستحمل بعض المعايير الصعبه، لان المكان ده هو بتاع المعايير الصعبه. ما وصلش للي هو فيه الا من خلال تمسكه بالمعايير الصعبه بالنظام، وان الفرقه اهم من الفرد ايا كان، اهم من رئيس النادي، الحاله الجماعيه اهم من رموز النادي. الحاله ان الاهلي عمل جماعي يترجم العمل الجماعي المؤسسي. هكذا فريق الكره، هكذا مجلس الاداره، هكذا الجمعيه العموميه، حتى جماهيره مستوعبه ده انها جزء من هذا العمل الجماعي. محدش النجم على النادي الاهلي، محدش يقول انا صاحب الفضل، لكن كل واحد يحب يدي لنفسه المساحه اللي تناسبه. وعلى راي الكابتن سيد انا عاملك كنجم اي حد بقى، لكن انت ما تتنجمش عليا. الجمله دي يا استاذ ابراهيم توقف امامها. يعني سيد عبد الحفيظ كنا بنتكلم على حد قال لي انا عامله كنجم، انا لازم عامله كنجم لانه هو نجم، بس هو ما يتعاملش معايا كنجم، هو ما يتنجمش عليا. ايوه على النادي الاهلي يعني. ايوه مش مقبول ان حد يتنجم، مش مقبول اي حد. شوف بقول لك ايه، من اعلى رمز. تصدق مقوله حلوه قوي، انا كمسؤول اعامله كنجم لكن هو ما يتعاملش مع الاهلي كنجم. مش مسؤول، وكجمهور وكجمعيه عموميه وكما اداري. لكن اذا انت تعاملت معانا بقى كلنا ان انت النجم وصاحب الفضل، شكرا ما ينفعش. لانك كده ده هيتطلب ان انت تاخد، دخلنا في الفرديه، ميزه استثنائيه بقى. لا دخلنا في الفرديه. لان النجم هو الفريق. هو تيم ورك، هو التيم ورك، هو العمل المؤسسي، ودي عبقريه هو الحاله. الجمله دي يا جماعه، انتم نجوم تعاملوا كنجوم، الاحترام، الحقوق، التقدير، المكانه، ان احنا نبقى مفهمين لك كل شيء، الاطمئنان الى المستقبل، ولكن اوعى تتعامل ان انا خساره فيك. لا لا يا حبيبي ما يلزمناش. شوف مش بس مش بتكلم على اللعيب، اي حد. ايوه انا راجل اهو دماغي الماز، واحد يتصور هذا؟ انا اجيب لكم فلوس من تحت الارض، انا اعمل لكم افكار. لو بعد شويه اتعملت، هو انتوا ايه؟ انتوا مش واخدين بالكم ولا ايه؟ ده النعمه اللي انتوا فيها بسببي. لا يا حبيبي، مع السلامه. ايا ما كنت انت مين؟ لانك انت بتستثمر، انت بتجيب افكار، بس مستثمر فيها ايه؟ مستثمر فيها حاجه تتسوق، ما فيهاش مجهود. انت لما بتروح تسوق النادي الاهلي الناس مستنياك تروح لها، مستنيه بتتلكك. هو انا عايز، انا ايه اللي عندك بقى؟ قول لي انت بقى راحتك بقى انك تقول لي ايه؟ عندي 1 2 3 4، واحد غيرك يقول لي عندي 1 2. فانت بتجيب فلوس اكتر، بس لما معكش الكيان ده والاسم ده والايمج ده والصوره الذهنيه دي، هتعمل حاجه ولا حاجه. اذا انت محتاج المكان العبقري ده عشان تمارس فيه شطارتك. محدش يتنجم على النادي الاهلي، محدش يتنجم على النادي. يعني ايه يتنجم؟ يعني ما تعاملنيش ان انت صاحب فضل على النادي الاهلي، ما تعاملنيش من فوق،
الاهلي هو صاحب الفضل الاول والاخير. ولما بقول الاهلي ايه؟ بقول الاهلي الكيان التاريخي العامل المؤسسي العامل الجماعي بثقافه الاهلي بما يمكن ان يتيح لك الاهلي من مجد ومال وكرامه ونجاح ونجاح ما كل ده بيحقق في الاخر يعني كلمه النجاح. يعني انا ارى الاهلي هكذا وهي دي الصوره الحقيقيه والواقعيه. ولا اقدر واحد يجي يقول لك. ولذلك كان من الجمل اللي بتستفزني مهندس الصفقات. لا مهندس الصفقات هو النادي الاهلي. لولا الاهلي انا هنجح ازاي؟ الاهلي بينجحني. كوني بقى انا بجتهد بخلص بعمل زي ناس كتير ما تدينيش الحق ان اشوف نفسي احسن من حد. انا ترس في هذا النجاح وبننجح مع بعض. واللي عايز يشوف نفسه لوحده جو بلاي جولف على راي ايه؟ صحيح مانو جوسي. العب جولف لوحدك. معلش كل شويه لازم نفكر بعض. ده كلام مهم. طيب مستر كولر ازاي بيدير النجوم دول؟ اعتقد ده راي مهم وشهاده للكابتن طلعت يوسف بكل خبراته وقيمته ورؤيته. نشوف. مثل للتعامل مع غضب بعض اللاعبين بسبب عدم مشاركتهم خاصه في الانديه الكبرى. هو بيتعامل مع المواقف دي بهدوء شديد جدا وبحزم. خلي بالك الحزم مش معناه ان انا ابقى عنيف في قراراتي او في تصرفاتي وفي ردود افعالي. هو حزمه في اصراره على القرار وانه بينفذه تحت اي ظرف. فكره ان هو تعامل مع الموقف في البدايه وقدر يعالجه دي نقطه تخليني اروح لنقطه بعيده شويه عن الشق الفني الاداره. خلي بالك لو كولر مش الاداره مش باكنج له 100% ممكن يتهز في نادي زي النادي الاهلي. صحيح. بجماهيريته والآلة الإعلامية بتاعته ونجومه طبعا ممكن يتهز. لكن إدارة النادي الأهلي أنا شايف أن لها دور كبير جدا جدا في أنها تثبته على موقفه. بالإضافة لأنه هو شخصية مرنة في المواقف يعني يعرف إمتى يبقى حازم وشديد. دي رأيت حضرتك ليه يعني؟ مرن وفي الوقت نفسه بيعرف ياخد قرارات حزم. على فكرة في الغالب مش هتشوف وشه في غضب بس تعبيرات الغضب مش هتشوف وشه في انفعال زايد. هو بيبي فيس لكن بقرارات راجل يعني بقرارات مدرب قادر يعني. عشان كده هو بيقول انا تاني يوم بنزل التمرين وبنتصافح وبنضحك ودي حاجه جميله فيه. مش كل واحد ممكن يبقى كده. كابتن طلعت يا باشمهندس شايف انه يعني لولا ان في حزم وعداله شويه في اداره عناصر زي كده المساله مش اي مدرب يعملها. هو اصلا طبيعه الكابتن طلعت انه عنده هذه الرصانه وهذه الرزانه. فهو يجمع يعني بعض الصفات دي وهو يعني بيحاول يطبق كثير من المعايير دي عندما يكون مدربا. وقد تكون معاناه الكابتن طلعت على المستوى التدريبي انه مش بيجد المسانده انه يطبق هذه الافكار. لكن كولر في النادي الاهلي مناسبين بعض جدا. يعني هو بيقول لك كولر بيتعامل بهدوء شديد جدا لكن بحزم. ما هو دي احنا لقطناه. انا قلت لك انا باكتر واحد بيفكرني بفايسر. القاتل الباسم. مبتسم برنس. كنا مسمينه البرنس. لانه يعني بيعاملك بشياكه جدا عمري ما شفته غاضب ولا بيزعق لكن كلمه ورد غطاه. فاللعيبه ما هو انت الحب الممزوج بالاحترام تقدر توصل له كذا طريقه. بالتخويف تمسك يعني كان جوهري يقول لك الجزره والعصايه. واحد تاني بالحب والتقدير واحد تاني بالانسانيه والوحشيه. مانو جوسيه اوعى تغلط مع مانو جوسيه ده. اوعى. طيب ده كان كلام لكن مهم في نفس جدا الوقت تشعر انك بتحبه انسان. ده كلام مهم جدا يا جماعه. لكن خدوا بالكم هذا الاسبوع ظهرت في وسائل الاعلام صوره للتاريخ. صوره للتاريخ واللي يعيش. لما بنتكلم على ازاي النادي الاهلي كون اول فريق لكره القدم
تبدأ تبص في صفحات التاريخ وتشوف صور أبيض وأسود فات عليها أكتر من 100 سنة ويقول لك ده أول فريق لكرة القدم في النادي الأهلي. ظهر أول فريق لكرة القدم النسائية في النادي الأهلي، صورة ظهرت في كتير من المواقع لبداية مباراة للأهلي في كرة القدم النسائية، كانت مسألة مهمة جدا. دي بأول فرقة لكرة القدم في النادي الأهلي. الأهلي في مواليد 2004 فاز في دوري الكرة النسائية على السكة الحديد 4-1، سجلت الأهداف، ولازم أن الناس تغير في الصياغة بقى، احنا كان كله واخد على المذكر سجل الأهلي، لا سجلت للأهلي بقى. أميرة خالد هدفين، وهاجر ماجد كابتن الفريق، وشاهد دهاش هشام، وكان الأهلي فتح باب الاختبارات لتجهيز فريق الكرة النسائية مواليد 2004 في شهر أغسطس اللي فات للمشاركة في دور الجمهورية للناشئات اللي بينظمه اتحاد الكرة. فرقة من أغسطس في 3 شهور تبني فرقة؟ شطة ده برضو شاطر يعني. شطة شاطر. كابتن شطة مساء الخير. مساء النور. أهلا شاطر بي. شاطر يا كابتن، يا كابتن عدلي، احنا تلامذتك يا ابو كباتي. تحياتي، واحنا اسفين ان احنا سهرناك لغايه دلوقتي. والله انا لسه بالتوقيت القديم، انا الساعه 12 بالنسبه لي 12 ونص. انا كل تويت وانت طيب. طيب حبيبي كل سنه وانت طيب. طيب انت كده بتسجل للتاريخ بقى، يعني احنا لسه بنتكلم على انه التاريخ للي يعيش بقى لقدام، هيتقال بعد كام سنه ده اول فريق كره نسائيه في النادي الاهلي عامه. الفكرة بدأت إزاي وماشية إزاي ووصلت لفين؟ الفكرة بدأت أول ما أنا حقيقة كلفت من الكابتن محمود الخطيب إن أنا أمسك الأكاديميات. أنا طبعاً أنت عارف كنت من الديبارتمنت بتاعتي أو الأقسام اللي أنا في الاتحاد الأفريقي، كانت الكرة النسائية ماخدة جزء مهم جداً من الفيفا على أن تكون هذه اللعبة للكرة النسائية واخدة جزء كبير جداً، لأنها هي لعبة مغمورة في أفريقيا. فكنت حريص جداً لأنها كل العوامل اللي موجودة فيها من تطوير مدربات لمحاضرات لمثلا مباريات الأمم كأس الأمم الأفريقية، وإلى أن كمان عملنا بطولة للكرة النسائية دوري الأبطال للكرة يعني للأندية. ما كانش فيه للأندية دوري أبطال للكرة السيدات، الحمد لله في الوقت اللي كنا ماسكين فيه الحياة اللجنة الفنية استطعنا أن نعمل دوري للأندية في أفريقيا زي كأس الأمم الأفريقية. لما جيت الحقيقة لسجل الأكاديميات كان في بالي إن أنا أعرض هذا الأمر على الكابتن محمود الخطيب ولجنة التخطيط. الحقيقة كنت متحمس جدا، بس الحقيقة كان في امتعاض في الأول أو عدم رغبة شديدة جدا، لأنه قبل كده في ناس طلبوا يتعمل وجدوا إنها ممكن ما تبقاش مفيدة. فأنا الحقيقة كنت حريص جدا على إن أنا أبدأها فين، في بداية مصر. هي استعنت حقيقة بمدربة خبيرة كبيرة جدا، يعني حقيقة الكابتن أميرة يوسف، هي من لاعبات كرة القدم في مصر ومنتخب مصر من فترات طويلة، ولها خبرة كبيرة جدا وحاصلة على الرخصة بتاعت الكاف، وحقيقة استعنت بها وعملت الأكاديمية. كانت ناجحة جدا في السنة الأولى، يعني من السنة اللي فاتت بس كانت ناجحة جدا، فطلبنا اننا نعمل كمان اكاديميه اخرى في الشيخ زايد، والحمد لله الحقيقه الاكاديميتين كنا حريصين على انه يمارسوا فيها اللعبه، ولكن الطلب الشديد جدا من اولياء الامور انهم عايزين يلعبوا دوري، لانه في حقيقه دوري موجود في مصر للكره النسائيه على مستوى مراكز الشباب وعلى الدوري الدرجه الاولى والدرجه الثانيه والدرجه الثالثه، كل الحاجات دي كانت موجوده، بس احنا عشان بعاد جدا في النادي الاهلي ما عندناش فكره عن الموضوع ده. طبعا وادي دجله هو الرائد في هذا الموضوع، لكن استطعنا احنا دلوقتي من خلال اللاعبات اللي موجوده في الاكاديميات نشكل فريق، وعملنا اختبارات الحقيقه، جبتنا كميه كبيره جدا من اللاعبات الحقيقه، واستطعنا نكون فريق في 3 شهور. الحقيقه كره القدم النسائيه فيها مشاكل فنيه كبيره جدا، اللي هي المشاكل البدنيه والحقيقه الكمال القوه المفروض تبقى ممزوجه بالسرعه غير موجوده، لكن استطعنا اننا في 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 في, في فتره قليله جدا نشكل هذا الفريق. كنا عاملين 2005، لأن 2004 دي كانت كأنها فريق أول أو دوري، يعني فريق أول يعني، فقلنا خلينا نبدأ بالصغيرين الأول. الاتحاد فاجئنا، اتحاد الكورة، إنه قال لك لا إحنا ما عندناش 2005 2004، فاضطرينا يعني نغير الفكرة ونبدأ تاني اختباراتنا عشان نجيب 2004. ال 2004 يعني 19 سنة، يعني هذا الفريق السنة الجاية هيلعب
دوري ممتاز يعني. فبالتالي اصبح لنا طلبات كثيره جدا، وانا بلغت شركه الكوره الحقيقه، وبلغت الكابتن عادل القايه برضو، احنا محتاجين برضو لملابس من الشركه الراعيه، عشان برضو لازم نظهر بنفس المظهر بتاع الكره في النادي الاهلي عموما. والحقيقه التزمنا بهذا الامر، واضطرينا اخيرا اننا يعني ناخذ الحقيقه الملابس اللي هي الراعيه للنادي الاهلي، وكمان انه كمان الحقيقه الكابتن خالد بيبو ادانا برضو بعض الملابس، تيشيرتات والحاجات اللي هي فيها الاعلانات للنادي الاهلي، وكمان الحقيقه كابتن وليد سليمان ادانا برضو من قطاع الناشئين. نشكر كل الحقيقه يعني دبرتها برضو انت. نعم دبرتها برضو ولمتها انت. ما انت بديت. اصل بص يا كابتن شطه، وده اللي قلته لك، ما انت بديت انت ما هو انت عشان تسوق عليك يا 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 منعم الوحيد اللي عشان 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 الناس، عشان الناس احنا عشان نجيب لك رعاه، وعشان نجيب نكلم شركات عالميه، ولا بد ان الناس يشوف حاجه يعني. ما كناش هنقدر نحكي احنا بنعمل، لكن النهارده لما الناس هتشوف وتشوف الاداء، ولذلك انا عايزك تبتدي بقى تصور الفرقه دي، ونبتدي نشوف ازاي نعرض لها بعض اللقطات، عشان يبقى واقع نقدر نتعامل معاه في السوق، ونقدر نعمل لك كل الطموحات اللي في دماغك. لكن مؤكد ان دخول النادي الاهلي في مضمار كرة القدم النسائية مؤكد انه هيعمل نقلة، ولكن هيجيب لنا طبعا دوشة تانية. ما حدش عايز الاهلي يخسر، لازم تكسب ولازم تاخد البطولة. ما انا بقول، انا بقول مهما كانت الحقيقة احنا في طور التجربة، وبعدين بلغت البنات الحقيقة اللاعبات، وبلغت المديرة الفنية أميرة، وكل الناس قلت لهم احنا مهما كانت الظروف يجب ان نلعب من اجل المكسب، حتى لو كنا لسه ما عندناش. لا وانا شايف دلوقتي طريقتهم مع بعض، وهم بيحيوا وهم بيحتفلوا، لا في روح الاهلي موجوده، وانا متاكد الاهلي ده حتى هم بيحتفلوا عاملين النسر وعلامه النصر برضه، فانا متاكد انهم لو تربوا كده هيكسبوا باذن الله. عموما كمان انا بس بضيف حاجه، انه النادي الاهلي في التجمع الخامس يعني كان حقيقه بالنسبه لنا هو ملعب النادي الاهلي للكره النسائيه، اللي هو ملعب الاكاديميه في التجمع. طبعا التجمع يعني فيه بنيه تحتيه عاليه جدا، في ملابس للسيدات يلعبوا فيها، وفي للاكاديميه، ومبنى متكامل. فحقيقة قررنا ان يكون هذا الملعب هو ملعب النادي الاهلي للكره النسائيه، يعني يعمل فيهم تدريباتهم ومبارياتهم كامله، في وجود الحقيقه مدير النادي الاستاذ احمد النحاس الحقيقه مشكورا، وكابتن محمود الخطيب يعني كلفوا يعني يكون هناك طبعا دعم كبير جدا من النادي هناك لهذا الامر، مع الاكاديميه طبعا اللي موجوده هناك بيشرف عليها الكابتن عمرو حلواني طبعا لاعب النادي الاهلي السابق. وحقيقه هذه الاكاديميه الان تعتبر من اكبر الاكاديميات في مصر كلها، فيها اكثر من 1500 لاعب لم يتجاوز الاشتراك فيها 3 شهور. فبالتالي احنا 1500 لاعبه ولا لاعب؟ لا ده بالنسبه للاولاد. بالنسبه للبنات حقيقه كابتن محمود الخطيب مشكورا وافق على ان نعمل اكاديميه للكره النسائيه في التجمع الخامس، ودي طبعا الاقبال كبير عليها جدا دلوقتي، واحنا لسه في طور انشائها، لانها برضه هتضيف لنا برضه لاعبات. وحقيقه الانديه كلها يعني اللاعبات اللي في الانديه كلها عندهم برضه الرغبه انهم يعني يشاركوا معنا في هذه الاكاديميه، وبالتالي احنا عندنا فرصه كبيره جدا السنه الجايه يكون عندنا 3 فرق، 3 ناشئات ان شاء الله. وبعد ما وافق مجلس الاداره اذا كنا هنلعب الدوري على مستوى الدرجه الممتازه ولا لا، لسه هذا الامر متروك للحقيقه للجنه التخطيط، عشان نبدا كمان نخش بقى في بطوله افريقيا الكره النسائيه ان شاء الله. اوبا قول لي طيب، اشتراطات الكاف في الترخيص على الانديه ان يكون عندها كره قدم نسائيه، مش كده؟ احنا من 3 سنين الحقيقه، وفي وجودي انا لما كنت موجود كان هناك اجبار من الفيفا على ان تكون الحقيقه كل الحقيقه الانديه المشاركه، الاتحاد الافريقي طبعا والمكتب التنفيذي قرر من سنين يعني انه لازم ان يكون هناك فرقتين ناشئتين لكل نادي مشترك في البطولات الافريقيه، رجال وسيدات. بس الحقيقه الامور ما كانتش فيها الزام واجبار الا السنه دي، السنه اللي فاتت في الكونفنشن او في الحياه بسمها احنا الترخيص الانديه اللي هي الكلاب لايسنسي، طلب الاتحاد الافريقي ان لازم على كل نادي يلعب في البطولات الافريقيه ان يكون له فريق كره نسائيه. وطبعا الحقيقه حتى الدوري اللي هو الافريكان فوتبول ليج ده او اللي بيتلعب حاليا ده
لازم كل فريق بيشارك فيه يكون له فريق كره نشائيه، وده شرط اساسي من الترخيص. عشان كده الحمد لله احنا كنا حريصين على ان نبدا قبل ما يكون في الزام واجبار من الاتحاد. الاهلي لما بيجي يعمل حاجه بيكمل ملفه بشكل كامل، فالرخصه بتيجي صح، سلامه ماليه، التزام بتعليمات الفيفا، مش كاف الفيفا هو بيقول الفيفا بل الفيفا هو الفيفا بيطلب من الكاف، والكاف هو اللي بنفس طبعا. ايوه ما انا فاهم، بس هو قرار دولي يعني، وهنا يجب بجد يعني نقول الله يمسيك بالخير يا صحر يا هواري، لانها نضلت كثيرا من اجل صحيح. تاسيس هذه اللعبه على مدى اكثر من 20 سنه اهو صحيح، واخيرا دخل النادي الاهلي. طيب كابتن شطة، ما ينفعش تبقى معانا وانت بتتكلم على الافريكان سوبر ليج بقى بكل مشاكله، انت كواحد من الكوادر الكبيره اللي كانت في الاتحاد الافريقي، شايف العلاقه بين الاتحاد الافريقي والشركه الايطاليه الراعيه للبطوله، وان تقريبا البطوله الكاف مش مسؤول عنها بنسبه كبيره، والوضع اديك شايف مواعيد بتتغير وما هياش بالانضباطيه اللي كان عليها الكاف وسمعته، شايف الموضوع ازاي؟ والله الموضوع ده عشان تبقى عارف يعني نوقش من 5 أو 6 سنوات البطوله اللي هي عايزين كانوا يسموها هي مش سوبر يعني هي مش سوبر ليج، كانوا عايزين يسموها للانديه الابطال عشان يجيبوا فيها مجموعه 8 او 10 او 12 نادي يلعبوا دوري. بس طبعا هي كابتن السيد الرئيس عيسى حياته السابق قال يا جماعه احنا دلوقتي عندنا مشكله انه الدوريات في هذه البلاد مضغوطه جدا، وعندهم مشاكل كبيره جدا في منافسات كاس امم افريقيه، تصفيات كاس عالم، عندنا برضو دورات اولمبيه وتصفيات اولمبيه، مش هنقدر نعمل هذه البطوله. لكن هي الفيفا كان حريص انه عشان 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 ايام احمد وبعدين جه الحقيقه متشابي طلب منه انه ينفذ هذا الامر، لانه الحقيقه الاتحاد الاوروبي ما ساعدوش. فهذه البطوله الراعي بتاعها الاول والاخير هو الفيفا، بدليل انه انفانتينو والحقيقه وكولينا ومعاهم ارنست فينجر كانوا حاضرين الافتتاح، يعني دي اول مره تحصل افتتاح دوري ابطال او ليج يهدروا الفيفا، فبالتالي هو كان حريص جدا على انه يكون موجود في تنزانيا في هذا. لكن الحقيقه البطوله دي لو الاهلي هيشترك فيها مستقبلا وهتبقى 24 نادي لا يمكن نادي الاهلي يقدر يشارك فيها وبطوله دوري الابطال، مش كده برضه؟ دوري الابطال هيتحول دوري الابطال من دوري الابطال الى الافريكان فوتبول ليج، فبالتالي هتلاقي بعد كده دوري الابطال ده ما فيهوش انديه تستطيع من خلالها تقول هذه البطوله يعني قويه. لكن اتمنى ان لا تموت هذه البطوله الشامبيونز ليج، لانها بقى لها من الستينات بتتلعب، فحرام تيجي تلغيها وتخلي مسمى اخر وتغير الموضوع. فانا بالتالي بعتقد ان الشركه الراعيه الايطاليه دي اللي هي دفعت دلوقتي حوالي ما اعرفش اكثر من 28 مليون مكافئات او حاجه بالشكل ده، ورفعت المكافاه الى 4 مليون، فبالتالي السنه الجايه لو ما هو 24 نادي هترفع ل 120 مليون، فبالتالي بعد كده مش هتلاقي بطوله دوري ابطال، فدي مشكله كبيره جدا حلها ما اعرفش ازاي هيحصل. لكن انا متاكد ان البطوله دي مرت بمشاكل كبيره جدا، بدليل ان مباراه حقيقه مباراه الوداد مع نيمبا حصل فيها مشكله كبيره جدا، انه ما خدوش بقى فيز او ما خدوش بقى تصريح للطائره عشان تنزل، الطائره رجعت تاني لنيجيريا، فده امر خلى البطوله شكلها يعني مش عايز اقول فيري ويك، خلاها بقى مهزوزه جدا، بدليل انهم اجلوا له المباراه ورفضوا للنادي الاهلي ياجلوا له المباراه. وان شاء الله بالتالي انا اتمنى للنادي الاهلي تؤجل مباراته الثانيه بتاعه سان داونز، الى يعني مش معقوله ترجع من هناك يوم الاثنين وتلعب يوم الاربعاء، استحاله يعني. فده امر مهم جدا ما يكونش بقى في ضغط المباريات بهذا الشكل، عايز تنجح بطوله اديها فرصه استراحات، ادي للانديه فرصه برضه. مش معقوله كمان انا متاجل لي دلوقتي بالدوري 4 ماتشات أو 3 ماتشات في الدوري المصري، ودي حاجه بتعمل لي عبء زياده، ولسه في دوري الابطال هيتاجل لي، ولسه في بطوله كاس العالم للانديه هتاجل لي، عمليه في منتهى الصعوبه يا كابتن عادل حقيقه. يا شطه يعني دايما نستفيد من مداخلاتك ومن معلوماتك، ولكن نتمنى لبناتك كل التوفيق. انت أهم كده حاجه دي يا كابتن، عندنا ماتش يوم السبت. انت دخلت التاريخ كده يا كابتن حبيبي، ربنا يخليك، احنا اللي دخلنا النادي الاهلي دخل التاريخ يا كابتن. كلنا بنسعى من اجل ان يكون الحمد لله هو النادي الرائد. الحمد لله كابتن. شكرا جزيلا يا كابتن. شكرا يا كابتن ابراهيم. شكرا يا كابتن احمد. شكرا جزيلا للكابتن شطه، واديكم شفتوا اللقطه التاريخيه اللي انا قلت لكم للي هيعيش قدام هيقول اول مباراه في أول بطولة وأول صورة لفريق الأهلي للكرة النسائية، أعتقد بداية لكن من مباراة
وفرق قوية. بصوا حتى الصورة يا باشمهندس، الصورة دي انت عارف تعمل ايه بثقافة الاهلي؟ اه انت عارف هتعمل ايه فيك بكرة دي؟ اه هتجد اقبال على النادي الاهلي من بنات في الاكاديميات، في الاكاديميات وفي ما هو انت دي الفرقة دي 2004 سنة جاي هتلعب درجة اولى، الدرجة الاولى فانت لازم بقى حتى وعامل لهم في التجمع كمان ملعب. ما هو انا بتكلم عليه التجهيز الفني والعناصر الفنية هتتغير خالص. لازم تدعم بعناصر خبرة تاخد بايد البنات دول ونشاهد بقى حاجة على مستوى النادي الاهلي باذن الله. طيب هذا الاسبوع طرحت كمان فكرة مهمة جدا، قمة للروح والدم، يمكن جاية من وحي هذا التعاطف الشعبي والرياضي والعالمي الكبير بما يحدث للأشقاء والأخوة في غزة وحرب الإبادة التي تتعرض لها غزة الحبيبة وفلسطين الكبيرة. الحياة اللي حاصل فاق الوصف، عشان كده البعض اقترح أنه مصر هي بتتضامن بكل أشكال التضامن والمساندة والمساعدة وإدخال القوافل الطبية والإغاثة والإعاشة. اتقالك رياضيا ليه ما نلعبش مباراة بين الأهلي والزمالك تكون لصالح أسر الشهداء وضحايا هذه الحرب الغاشمة. الحقيقة الفكرة لقت اهتمام من وزارة الشباب والرياضة، بدأ الدكتور أشرف صبحي يخرج بتصريحات عن هذا اللقاء، بدأ عدد من الكتاب، يعني يحضرني مقال للصديق العزيز الأستاذ حمدي رزق اللي كتب في المصري اليوم عن قمة غزة الكروية، وقال في نهاية مقاله: لا أشق على الشركة المتحدة التي دعت للتبرع بالدم لإنقاذ الأرواح، لكن كيف تسهم الرياضة في تخفيف آلام المعذبين وترفع معنويات المنكوبين وتسهم في تفكيك الحصار الإعلامي الغربي عن المحاصرين؟ هو كل الأجواء تسمح بإقامة هذه القمة بشرط أنها تنظيمين بقى تبقى على مستوى الحدث. أما تترتب تجيب حاجة، تجيب أيوة. حاجة ودي عايزة طريقة تسويق تانية خالص. أيوة. مش بعتمد بس على رول الجمهور، لا دي تتسوق بقى بكل واحد عايز يساعد في هذا الامر، الجمهورين بكبار رجال الاعمال بكل الميسورين والتوقيت والمكان، هذا هو العمل المبرور فاكتتبه، ولازم تطلع منضبطه. ايوه ما تستغلش بقى بطريقه انها تخرج عن سياقها. صحيح، لانها جايه في اجواء طيبه بين الاهلي والزمالك، ولكنها في اجواء مشحونه جدا على المستوى العالمي انتظارا لإجراءات العالم لم يجمع على شيء في هذه القضية إلا على مساندة إنسانية لكن العالم لا يفعل شيئا كالعادة. دمتم للأهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في التاسعة مساء الاثنين القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.